مش من نوعيه الناس ان انا امسك السوفت وير ابدا اتعلم البرنامج ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، لا انا واحد من الناس بحب ان انا امسك السوفت وير ايا كان الشركه بتاعته، سواء شركه اوتوديسك، شركه سي اس اي، شركه سيا، شركه بنتلي، ايا كان الشركه اللي عامله السوفت وير ده، فانا بحب ان انا افهم البرنامج الميكانيزم بتاعه شغال ازاي وايه الحاجات اللي موجوده في اليوزر انترفيس بتاعته، وبعد كده بحاول ان انا استخدم التولز اللي موجوده في اليوزر انترفيس دي عشان تخدمني انا في شغل وتخدمني انا شخصيا في حاجات بعد كده. ده ان شاء الله النهارده اللي احنا هنتعلمه، هناخد الستيب اللي هتبدا تاهلني ان انا افهم الحاجات اللي في البرنامج، ولو في وقت ان شاء الله معانا خلال المحاضره بتاعتنا النهارده ممكن نعمل مثلا نبدا نشتغل على اجزاء بسيطه في مشاريع ان شاء الله. ده كده ان شاء الله التوبيك اللي احنا او التوبكس اللي هنشتغل بها ان شاء الله خلال المحاضره بتاعتنا النهارده. تعالى بقى يا باشمهندسين كده نبدا ندردش في اول حاجه هنشتغل بيها النهارده، اللي هو كده نبدا ندردش يعني اصلا تاريخ البي اي ام، او البي اي ام اصلا وصلت لنا ازاي. مبدئيا بس يا باشمهندسين اللي فاكر ان البي اي ام بقت حاجه جديده فهي مش حاجه جديده خالص مبدئيا خالص يعني كده، واللي فاكر ان البي اي ام هي برنامج ريفت فحضرتك البي اي ام لا هي ريفت ولا ريفت هو البي اي ام. هبدا امثلها لك بحاجه بس قدام شويه، فخليك واحده واحده معايا كده عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي مع بعض، ونبدا نفهم البي اي ام رايحه فين والريفت ماشي فين. تعالى بس كده ناخد اول حاجه في الهيستوري بتاع البي اي ام عشان نبدا نوصل او نربط الدنيا ببعضها. اول حاجه يا باشمهندس في تاريخ البي اي ام، او احنا وصلنا للبي اي ام ازاي؟ والله يا باشمهندسين مبدئيا بس خالص كده، برنامج الريفت ده عباره عن برنامج رسم درافتنج تول مش اكتر، وهنفهم برضو البرنامج الريفت بيستخدمه في ايه او الحاجات اللي موجوده في برنامج الريفت بتاعت ايه. الدنيا يا باشمهندسين خالص كانت من البدايه او من بدايتنا احنا كمهندسين كانت عشان مثلا تعمل مخطط او تعمل بلان او تعمل اليفيجن او تعمل مشروع بشكل كامل او بشكل عام، كنت اولا لازم حضرتك بقى تجيب بقى القلم الروترينج او القلم الرصاص، وتجيب بقى الاستيكه بتاعت حضرتك، وتجيب بقى المسطره الحرفي تي، وتبدا بقى تجيب مثلث ارسطو، وتبدا بقى تشوف انت مثلا عندك هنا زي الشكل اللي قدام حضرتك ده، عندك مثلا هنا خط مثلا بكذا، عندك هنا غرفه، عندك الخطين اللي انت راسمهم بايدك دولت معاهم مثلا كاميرا لو انت شغال انشائي، حائط لو انت شغال معماري، عندك مثلا ده الانديكيشن بتاع الدور او الباب، ده الانديكيشن بتاع الشباك، دي كلها حاجات كنت حضرتك بتعملها بايدك تمام. فعشان كده بنقول لك يا باشمهندس ان من بدايتنا احنا كمهندسين كان فروم ذا بيجينينج اوف انجينيرنج كان السكتشنج باي هاند، انك عشان تعمل اي سكيماتيك او اي ايديا في دماغك عشان تبدا تعملها ديمونستريشن كنت بتعملها بايدك، كنت بتمسك بقى قلم وورقه او قلم ولوحه ومسطره وبتعمل الحاجه او الفكره اللي في دماغك على الشكل اللي حضرتك شايفه ده. طب باشمهندس هو ده كان حاجه كويسه؟ احكم انت بنفسك. احكم بنفسي ازاي؟ والله يا عم احنا في اعدادي هندسه وفي اولى مدني وما زلنا برضه يعني كنا في ثانيه وثالثه مدني، كنا عشان مثلا نعمل اي مخطط او نرسم اي لوحه سواء لوحه معماري او لوحه انشاء او لوحه حتى ميكانيكا، الرسومات الميكانيكيه اللي احنا كنا بنعملها في اعدادي هندسه، كنت حضرتك اصلا لازم بقى تجيب المسطره حرف تي وتبدا تظبط البورته بتاعتك وتبدا بقى تشيك على كل حاجه وتبدا بقى تحط اللزق بقى وترسم والحاجات دي كلها. طب انت يا باشمهندس كان الماكسيمم بتاعك انك تقدر ترسم كام لوحه في اليوم؟ طب ماشي، ده انا بتكلم دلوقتي لو انت كمان عندك موديل بسيط، يعني انا دلوقتي مثلا عندي زي ما حضرتك شايف كده عباره عن غرفه سكنيه على سبيل المثال، اربع باكيات، فمثلا حمام وبيد روم وديننج روم وحاجات كلها بسيطه يعني مش 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 مكلكعه تمام. طب ماشي يا باشمهندس، افتكر بقى دلوقتي انا شغال في شركه كبيره على سبيل المثال وعندي بقى كومباوند ولا مشاريع كبيره، عندي مستشفى على سبيل المثال فيها تفاصيل كتيره، والتفاصيل دي بس فيها مش هتبقى خاصه بالمعماري ولا خاصه بالانشاء، ده ممكن يخش مثلا معايا مهندسين الام اي بي ويدخل فيها انظمه الاتش باك وانظمه الووتر سبلاي والدرينيج والميديكال جازز والحاجات كتير قوي كده على حسب المشروع بتاعك متطلباته ايه. فده يا باشمهندس هينفع؟ اولا مش هينفع دي ببساطه خالص، خاصه ان التعديل هيبقى حاجه اساسيه على مدار المشروع، سايكل المشروع 100% هيبقى فيها مشاكل. يعني انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال نسيت مثلا ضغط شغل ولا حاجه، بدل ما اكتب مثلا دي مينينج بيدروم غلطت مثلا في حاجه، او سيبك كمان من الاسماء اصلا يعني الاسماء حاجه سهله. افرض مثلا انا حطيت بدل ما احط كاميرا هنا حطيت الكاميرا مثلا في النص هنا بوظت الدنيا. فاكيد هيبقى وارد ان انا اعدل حاجه زي دي، هجيب مثلا الاستيكه مثلا وابدا اعدل حاجه زي دي. فانت لما تيجي تعدل في الجزء بتاع السكتشنج اللي انت عامله بايدك اولا هياخد منك وقت ومجهود وهيبوظ اللوحه اصلا، يعني حضراتكم عارفين يعني لو مثلا لو انا عندي ورقه اي 4 عملت اي حاجه رصاص كده عليها وجبت الاستيكه وعدلت الدنيا كده كانت باظت مني خالص. فاحنا لقينا اصلا ان الجزء بتاع الهاند سكتشنج في حد ذاته مشكله كبيره جدا
خاصة إن في تحديات هتقابلنا بعدين هنشوفها إن شاء الله خلال السلايدات اللي جاية، دي بعبع بالنسبة لنا لازم نتخلص منه. فقلنا خلاص موضوع السكتشنج ده لا يا عم اركنه في جنب، إحنا كده مش عايزينه. دخلنا بعد كده يا باشمهندسين على مرحلة اسمها الأوتوكاد، أو مع تطور الكمبيوتر وبقى في حاجة اسمها كمبيوتر وبقى في حاجة اسمها سوفت ويرز بندخلها على الكمبيوتر، وأنظمة ويندوز أو أنظمة ماك، الحاجات دي كلها بقت موجودة. ومع الطفره اللي بدات تحصل في التكنولوجيا خلاص احنا قلنا بقى ايه، هيبقى في نظام اسمه اوتوماتيك كمبيوتر ايدي درافتنج اللي هو نظام الاوتوكاد. هنبدا بقى ننزل كده سوفت وير مثلا من اي شركه ايا كانت الشركه دي، هتسهل لنا او هتدينا بعض الفاسيلتيز او بعض المميزات والتسهيلات اللي تخليني مثلا اقدر مثلا ارسم الحاجات اللي كانت موجوده في السكتشنج وتاخد مني مثلا اسابيع على ما اعملها، لا مثلا ده بتاكد زر مثلا معينه او مثلا باي اختصار او شورت كات من الكيبورد، سي مثلا عايز اعمل مثلا حائط، سي مثلا حائط زي ما حضراتكم شايفين مثلا في الجزء ده، عادي خالص ممكن اعمل امر لاين او مالتي لاين وابدا اشد من الاول هنا لحد هنا وبس خلصت. اكتب مثلا كلمه بسيطه عادي بي تي او او مالتي تكست وابدا اشتغل او ابدا اعمل الحاجه اللي انا عايزها. فدي وفرت عليا حاجات كتير، اللي هو اصلا كان في مشاكل كتيره في الجزء بتاع السكتشنج، بلس ان انت مثلا عشان تعمل مشروع ممكن لو انت هتشتغل هاند سكتشنج ممكن تخلص مثلا يجي 100 مثلا لوحه اي اي نوت او اي 1. اما الجزء بتاع الكمبيوتر اي دي ديزاين لا، انت مثلا كل حاجه بتبقى كلها سوفت كوبي وبتخزنها مثلا في حاجه معينه في هارد مثلا او في كلاود معينه، بس انت كده حليت المشكله دي. طب ماشي يا باشمهندس مودينا كده تمام وكل حاجه تمام، احنا لجأنا بقى لحاجه زي الريفت او التقنيه زي تقنيه الفي اي ام ال. والله يا باشمهندسين احنا لقينا في تحديات كبيره بتواجهنا في الجزء بتاع الاوتوكاد. اولها وابسطها خالص ان انت مثلا بتطلع لوحات مش متكردنه. يعني ايه مش متكردنه؟ يعني الجزء بتاع الكوردينيشن. انا دلوقتي مثلا جت لي لوحات من المعماري انا ليا كانشائي، ببدا بقى اشوف كده المعماري بحوله الانشائي، ببدا بقى احط الانظمه بتاعتي كاستاتيكال سيستم، سوليد سلاب، فلات سلاب، هولو بلوك، بانل ديم، انظمه تغطيات، بوليجون شيلد، ساتوس، فريانديل، اي حاجه من الحاجات اللي عندي. انا كمهندس مدني حاطط بقى اللوحات بتاعتي وحاطط مثلا هنا قطاع كاميرا، هنا قطاع عمود وكل حاجه. انا خدت الحاجات دي بعد المعماري مفيش اي مشكله خالص، بس انا لما جيت خدتها عندي كمهندس مدني حطيت القيم والحاجات اللي تريحني انا كمهندس مدني. ما اصلا مش هعمل بيت وما فيهوش عمدان، ما انا مش هعمل بيت وما فيهوش بلاطات، وانا مش هعمل بيت انا البيت ما فيهوش سلم، وانا كده يعني كده مش شغال كويس، انا كده ما اديتش الجزء اللي مطلوب مني. فانا بحط الحاجات اللي تسيف المنشا انشائي، تسيبه بقى بناء مثلا انا يعني ايه ابوظ مشاكل او احط مشاكل مع المعماري، ما احطش مشاكل مع المعماري دي ما ترجعليش. دي انا اهم حاجه بالنسبه لي كمهندس ان انا ايه هبدا احط الستيكال سيستم بتاعي بما يناسبني ويسيب معايا المنش. طب ماشي يا باشمهندس، افرض بقى يا عم دلوقتي انت حطيت قطاع عمود ولا شير وول لمقاومه اللاترال فورسز او اللاترال لودز احمال الجانبيه، حطيت شير وول مثلا 30 سم في 6 متر، خد لي مثلا الدنيا دي كلها. وارد طبعا انت لو عندك مثلا منش على سبيل المثال تطور مثلا على 3000 متر مربع على سبيل المثال يعني في المشاريع اللي احنا بنشيلها، فوارد جدا انك مثلا تحط شير وول يقفل لك مثلا الجزء ده يقفله خالص. طب باشمهندس ما انت كده قفلت لي باب وقفلت لي شباك، خلينا عم بلاش الشباك هنا، قفلت لي مثلا باب، انا هخش مثلا المنشا بتاعي ازاي؟ ما انت كده بوظت لي الدنيا. فاحنا كان المفروض نعمل حاجه اسمها الكوردينيشن، اللي هو ان انا احط او اشوف الكوردينيشن او الكلاشز ما بين القسم ده والقسم ده. طبعا دلوقتي انا بشتغل ده على سكيل صغير، الحاجات دي هوريها لكم ان شاء الله بعدين يعني على برنامج الريفت او اي برنامج من برامج اللي احنا بنستخدمها كجزء بتاع الكلاش ديتكشن يعني. فحاجه زي دي احنا بيبقى فيها مشاكل، اللي هو اصلا انت لما تيجي تشتغل على برنامج الاوتوكاد انت بترسم اللوحه بتاعتك، سي مثلا اللوحه بتاعه الدور الارضي، انا مش عارف اصلا ايه اللي اتعمل في الدور الاخير او الدور الثالث او الدور العاشر ايا كان الدور بتاعي، انا مش عارف اصلا اللي اتعمل. عشان كده مثلا كنا في المكاتب الكبيره اللي هو مثلا بيعلم لنا مثلا حاجه كده معينه اسطمبه، اللي هو مثلا لو انت عندك مشروع بتبدا تكرره مثلا كل مسافه 100 او 150، حلو الكلام على حسب اليونت اللي انت شغال بيها على برنامج زي برنامج الاوتوكاد ممكن نبقى نشوفه مع بعض بعدين. فانت بتبدا بتنقل المشروع بتاعك بمسافه معينه عشان لما تيجي تفرض قطاعات الاعمده عندك على المعماري الخاص بالدور الارضي، تاخد الاعمده دي وتكبيرها مسافه 100 او 150 او 200 على حسب انت كنت حاطط ايه من البدايه، وهنشوفها برده مع بعض عشان الناس تطمن يعني ان شاء الله يعني. فحضرتك لما تنقل الجزء بتاع الاعمده دي هتبدا تشوفها بقى الاعمده اللي انت كانت مظبطه معاك المعماري اللي في الدور الارضي
مسيبها معاك مع المعماري اللي في الدور الاول والثاني والثالث والمتكرر كاملا ولا لا؟ بس احنا برضو ما عملناش حاجه، ما انا برضو مش هشتغل انا والمعماري، يعني انا كانشائي ومعماري مش هنشتغل في مشروع واحد، ما انا برضو هلاقي معايا معماري، وانا كانشائي هتلاقي معاك مهندسين الام اي بي اللي هم الميكانيكال الكتريكال بلامنج، هتلاقي معاك كمان مهندسين مثلا لو عندك على سبيل المثال مشروع محترم، هتلاقي برضو في انظمه الاتش فاك او انظمه مثلا التكييف، عندك انظمه الفاير فايتنج، لو انت مثلا شغال في مستشفى عندك مثلا انظمه الميديكال جازز، هتلاقي نفسك دخلت كده في دوامه كبيره قوي، اللي هو ايه ده؟ اللي هو يعني طب مثلا ده هينجمع ده ازاي؟ طب ده هيروح مع ده ازاي؟ فلجأنا لحاجه ثانيه اللي هو الجزء بتاع البي اي ام. البي اي ام او البيلدنج انفورميشن موديلنج بحد ذاتها زي ما شرح الباشمهندس عمر والدكتور شيماء كانوا اتكلموا عن البي اي ام بالتفصيل ما شاء الله عليهم، يعني اساتذتنا كلهم ربنا يبارك لنا فيهم يا رب دايما. فاحنا اللي انا عايز بس اوصله لحضراتكم ان البي اي ام حل لنا مشاكل كتير. طب ماشي، واحده واحده بقى كده، تعالى بقى نبدا نفهم الهيستوري بتاع البي اي ام. البي اي ام كفكره تمام يا باشمهندسين، او اول مره اتعرفت كانت موجوده في الثمانينات. طب ماشي، شركه اوتوديسك نزلت برنامج اسمه الريفت، يعني لا، اول ما نزلت فكره البي اي ام كانت في شركه محترمه كده زي شركه اوتوديسك اسمها شركه جرافي سوفت، دي كانت اول شركه منزله برنامج مدعم بتقنيه البي اي ام، كان اسمه برنامج الاركيكاد، وده كان في سنه 1987، اللي هو قالت لا يا جماعه ده في حاجه اسمها احنا عايزين برضو من دوامه الكمبيوتر ايد درافتنج اللي هو برنامج الاوتوكاد نبدا نخش على حاجه فيها مميزات وفيها تسهيلات اكتر، عشان احنا بنواجه مشاكل اكبر في المشاريع بتاعتنا، فلازم بقى نبدا نشوف حاجه افضل واسهل وتخلص لنا المشاريع بتاعتنا بكواليتي اعلى وبدقه اعلى. طب تمام، نزلت حاجه اسمها الجرافيك، شركه جرافيك سوفت نزلت برنامج اسمه برنامج الاركيكاد، هو برده برنامج رسم برده ما فيش اي مشاكل، نزلته في سنه 1987، بس طبعا بحكم ان التاريخ ده كان قديم شويه، اللي هو اصلا تقريبا يعني الكمبيوترات فيها تقريبا كانت على قدها خالص 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 يعني، فما لقيتش مثلا اللي هو اقبال عليها. يا عم مثلا في بي اي ام اذا امرت ان تطاع فامر بما استطاع، اللي هو يعني انت عايز تعمل مثلا حاجه كبيره بس للاسف جهازي او الكمبيوتر بتاعي مش قادر يشيلها، او في مثلا مشاكل يعني على حسب يعني. فخلاص الدنيا الى حد ما كانت كفكره البي اي ام كانت موجوده بس خلاص مش مشكله. بعد كده شركه اوتوديسك نزلت في سنه 2002 قالت بس احنا هننزل برنامج اسمه برنامج الريفت، ده هيكون اول برنامج من عندنا احنا كاوتوديسك، من اوتوديسك مش جرافي سوفت، ده مدعم بتقنيه البي اي ام، ده ببساطه خالص، ده حتى كمان اللوجو بتاع الاركيكاد وده اللوجو بتاع الريفت. تمام يا باشمهندسين، يبقى دلوقتي برنامج الريفت نزل 2002 وشركه جرافي سوفت هي اللي نزلت الاركيكاد واوتوديسك هي اللي نزلت الريفت. طب ماشي يا باشمهندسين، ده خلاص. طب ماشي يا مثلا، يعني انت حضرتك دلوقتي بتقول ان جرافي سوفت نزلت برنامج اسمه الاركيكاد واوتوديسك نزلت برنامج اسمه برنامج الريفت، يعني يا هندسه برضه انا مش فاهم هو البي اي ام دي بتاعت ايه؟ تخيل نفسك كده يا باشمهندس، انا راجل نجار، انا كايمن واحد نجار، انا راجل نجار عايز مثلا دلوقتي باشمهندس مثلا ايا كان باعت لي مثلا على سبيل المثال بيقول لي يا عم دلوقتي انا عايزك تعمل لي كرسي او عايزك مثلا تعمل لي كنبه او مكتب، فانا ببدا اقول لنفسي كده انا دلوقتي الفكره بتاعتي اللي انا عايز ابدا اطبقها عشان اخلق كرسي او اخلق مثلا كنبه، تمام، اللي هو مثلا دلوقتي هكون مثلا محتاج شويه تولز عشان ابدا اكون الكرسي بتاعي، فببدا بقى اقول لنفسي كده والله انسب حاجه مثلا دلوقتي انا محتاج مثلا كرسي، فانا مثلا محتاج شاكوش او مطرقه، محتاج كمان مسامير مظبوط، محتاج كمان مثلا فاره، محتاج مثلا ازمير، محتاج حاجات كتير قوي كده يعني. فالتولز دي اللي انا بستخدمها عشان ابدا احقق المبدا بتاعي اللي انا عايز ابدا اطلع كرسي او اخلق كرسي، دي التولز اللي انا بستخدمها في زي بالظبط البي اي ام، يعني برده مش فاهم انا عم دلوقتي ببساطه خالص عايز ابدا اطلع مشروع في الطبيعه، المشروع ده عشان يطلع حلو الكلام بستخدم تولز عشان اطلعه، التولز دي اللي انا هطلعها اللي انا هستخدمها عشان اطلع المشروع ده هي بالظبط سوفت ويرز اللي انا هستخدمها في المشروع، يعني مثلا زي برنامج الريفت، الريفت مثلا ممكن نسميه مثلا او ممكن ناخده على سبيل المثال هو الشاكوش اللي انا هستخدمه عشان ابدا اطلع مثلا بيه كرسي، ممكن استخدم مثلا برنامج زي برنامج النابس ووركس ده اللي هيكون مثلا استخدمه عشان مثلا كانه هو المسامير اللي تبدا تشوف لي مثلا الكرسي ده هيتربط مثلا بكذا بكذا وكذا والحاجات دي كلها. فاللي انا عايز اوصله لك ان البي اي ام دي عباره عن ميثودولوجي، دي الفكره، دي الحاجه اللي انت عايز تبدا تكونها او تخليها تطلع بها المشروع في الاخر. فانت ما ينفعش تعمل حاجه زي المشروع ده من غير ما تستخدم تولز، من غير مثلا ما استخدم مثلا دروينج تول او درافتنج تول، من غير مثلا ما استخدم مثلا تولز ثانيه تسهل لي مثلا عمليه التحليل الانشائي، تولز مثلا ثانيه تطلع لي مثلا الكلاش ديتكشن،
تول تانية مثلا توريني مثلا بعض الاشياء التانية زي الفيوينج والحاجات دي كلها انا محتاجها برضو على مدار المشروع. فدي كلها حاجات انا بستخدمها كبي اي ام. اللي انا عايز اوصل لك مثلا ببساطه خالص ان البي اي ام دي عباره عن حاجه كبيره كده بتستخدم تولز، الريفت ده عباره عن تول منها، وتول مش تول كمان كبير قوي، لا هي تول يعني اللي انا بشوفه منها بوجهه نظري البسيطه انها مثلا متمكنه شويه في الجزء بتاع الدرافتنج اللي هو بتبدا ترسم وخلاص. اه بيبدا يعمل حاجات تانية كتير وهنشوفها مع بعض من مميزات الريفت على مدار الاستادات اللي جايه باذن الله. طب ماشي، الصوره اللي قدامك دي هندسه بتبين بعض البرامج اللي احنا بنستخدمها عشان نحقق بيها الجزء بتاع البي اي ام. عندك هنا برنامج الريفت، عندك برنامج الاركيكات، في برامج تانية كتير، عندك مثلا البي اي ام 360 بلو، دي برامج برضو بنستخدمها في الجزء برضو ككلاود معانا، واحيانا بنستخدمها في الجزء بتاع الكلاش ديتكشن، في حاجات كتير. وعندك النيرفس اوركس، في عشرات البرامج التانية انا مش ضايفها عشان الى حد ما مش تهمنا دلوقتي، وطبعا الباشمهندس عمر كان اتكلم عنها قبل كده. طب تمام، بس ده الفكره اللي انا عايز اوصلها لك. عايز انا بس كمان اتكلم معاك في حاجه اللي هو الجزء بتاع البي اي ام. يعني ايه اصلا بي اي ام؟ من الحاجات البسيطه جدا اللي احنا ممكن ندرس برضو فيها عن البي اي ام ده ديفينيشن بسيط شركه اوتوديس كانت اتكلمت عنها فيه، اللي هو قالت لك يا عم ان البيلدنج انفورميشن موديلنج او البي اي ام ده عباره عن انتليجنت 3 دي موديل، ده عباره عن موديل بسيط وذكي في التعامل، قايم مثلا على عمليه معينه بتسهل لك انت كمهندس معماري ومهندس مدني ومهندس ميكانيكا، وبتدي لك تسهيلات كتير انك تقدر تدير المشروع بتاعك. على سبيل المثال دلوقتي انا عندي على سبيل المثال منشأ، قالوا الكلام بلاطه وبتاع كاميرا وبتاع عمود وشويه اساسات بسيطين، يعني اللي هو القعده وخلاص مفيش اكتر من كده. وانت عامل الموديل البسيط اللي قدام حضرتك ده عامله مثلا بتقنيه البي اي ام او مدخل البي اي ام كميثودولوجي فيه. ببساطه الموديل اللي انت عامله ده لو جيت مثلا حددت بلاطه اللي انت شغال عليها دي، مش انك حددتها، هتلاقي فيها تفاصيل كتيره انت بتستخدمها بعدين، تسهيلات كتير انت هتستخدمها بعدين. يعني مثلا يا هندسه تعالى نقارن حاجه زي دي ببرنامج زي برنامج الاوتوكاد. انا مثلا البلاطه بتاعتي على برنامج زي برنامج الاوتوكاد يعني بدري البرنامج بتاعي مثلا او الموديل بتاعي اللي انا عامله على برنامج الاوتوكاد عباره مثلا على سبيل المثال على بلاطه، البلاطه دي يا باشمهندسين لو انا جيت حددتها في برنامج زي برنامج الاوتوكاد هيقول لي يا عم دي شويه خطوط، ده اربع خطوط على سبيل المثال. طب ماشي، خد بقى البلاطه دي وابدا اعمل لها موديلنج على برنامج زي برنامج الريفت او برنامج مثلا زي برنامج التكلا او مثلا الاركيكات على سبيل المثال يعني، وجاست ان حضرتك بتلمس بس البلاطه دي هيديك بقى فيها تفاصيل كتيرة. وكل ما حضرتك بتغذي الموديل ده بتفاصيل كل ما بتستخدمه في حاجات تانية أكتر. يعني على سبيل المثال دلوقتي البلاطة دي، البلاطة دي مثلا تخانتها كذا، مثلا البلاطة دي كمان لها أبعاد كذا كذا كذا، الماتيريال بتاعتها كذا، ممكن أدخل بقى التفاصيل بتاعتنا إحنا كمهندسين مدني، إحنا سيبك بقى من أي قسم تاني، أنا بتكلم في الأقسام الخاصة بينا إحنا كمهندسين مدني. عندك مثلا الإف سي يو، رتبة الخرسانة بتاعتها كذا، المودلس اوف الاستيستي، البوستر ريتشيو، الشير مودلس، الحاجات دي كلها بدخلها. بتدخل كمان ان بتشوف الخرسانة بتاعتك اللي انت مستخدمها مثلا بتقاوم مثلا حريق، يعني الجزء بتاع الفاير فايتنج بتاع الخرسانة نفسها قدره كام، الحاجات دي كلها انت بتلاقيها موجودة اصلا في المودل اللي انت بتدخله. قارن مثلا ده بحاجة زي برنامج الاوتوكاد، لا طبعا استحالة استحالة، الحاجات دي مش موجودة اصلا. تمام، والحاجات اللي انا بقولها دلوقتي هنشوفها بالفعل على المودلز بتاعتنا على مدار الفيديوهات اللي جايه باذن الله. طب تمام يا باشمهندس، ابدا كمل معايا واحده واحده كده وتعالى نشوف الدنيا عندنا بتمشي ازاي. تعالى بقى يا باشمهندسين نبدا كده نعمل كومباريزون بسيطه ما بين برنامج زي برنامج الاوتوكاد وبرنامج الريفت عشان نبدا نفهم الفرق ما بينهم، ونبدا نفهم احنا هنشتغل ريفت ليه اصلا، ما انا ممكن اشتغل برنامج زي برنامج الاوتوكاد. طب تمام، الكاد يا باشمهندسين هو اقصى حاجه يقدر يعملها، اللي هو بيقدر يرسم في 2 دي ويقدر يرسم في 3 دي مش اكتر. حتى كمان رسمه في 3 دي بيكون ليس كواليتي، اللي هو بيكون حتى مش قوي. يعني مثلا ما تقارنش مثلا الموديل ال 3 دي اللي هتعمله على الكاد برنامج مثلا زي برنامج دريم بلان، ولا زي مثلا برنامج زي جوجل سكتش اب، ولا زي برنامج زي برنامج 3 دي ماكس، ولا برنامج زي المايا، ولا الراينو، ولا الجراسو، ولا الحاجات دي كلها، ما تقارنوش خالص. تمام، يعني على سبيل المثال ده الموديل اللي انا ممكن ارسمه مثلا على برنامج زي برنامج الاوتوكاد زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هو ماشي حلو. طب ماشي، فين بقى الحاجات التفاصيل مثلا اللي بتبقى موجوده على جوجل سكتش اب؟ مش حلو. حتى كمان الفيجوال ستوديو او الفيجوال ستايل بتاعه اللي انت تقدر تتحكم فيه على برنامج الكاد حاجه ضعيفه جدا جدا جدا.
ده انديكيشن بس بسيط، اللي هو البرنامج زي برنامج الاوتوكاد بيقدر يعمله. بيبدا يطلع لك موديل ماشي على برنامج الكاد، 3 دي وكل حاجه، الوان كويسه، بس انا مش عايزه بحاجه. ما انا ممكن اعمل نفس الكونسبت دي على برنامج من برامج ال 3 دي موديلنج، ويطلع لي تفاصيل احسن ورندر انضف وحاجات كتيره واشيك بكتير. طبعا الجزء بتاع الاوتوكاد، يعني ممكن مثلا حد دلوقتي يسالني يا باشمهندس ما كده برنامج الاوتوكاد كده ملوش اي لازمه. لا، لو حضرتك هتكلمني مثلا كافضل برنامج بيرسم في ال 2D او افضل درافتنج تول في ال 2D، انا هرشح لك البرنامج الاوتوكاد، لان الكاد حرفيا من افضل البرامج اللي تقدر ترسم في ال 2D، سواء ترسم انت بلان او هتاخد مثلا الجزء بتاع الاليفيشن، الحاجات دي كلها برنامج الكاد متمكن فيه. ومحدش مثلا يجي مثلا يقول لي والله يا باشمهندس انا اتعلمت برنامج الريفت ولقيت الريفت افضل بكتير من الكاد فالمفروض نمسحه. لو كانت شركة اوتوديسك المصنعة للبرنامج شافت ان الاوتوكاد عديم الاهمية كانت مسحته من زمان. ابسط مثال خالص، في برنامج احنا بنستخدمه في الجزء بتاع الشوب دروينج اسمه الاوتوكاد استراشر ديتيلينج اللي هو الاي اس دي. كنا بنستخدم الاي اس دي ده الاول عشان نبدا نطلع بقى لوحات الشوب دروينج والكلام ده، وما زال بالفعل احنا بنستخدمه في بعض الشركات وفي كل الشركات عامة يعني. طب ماشي، ما هو ده كان من انتاج شركة زي شركة اوتوديسك. هم شركة اوتوديسك وقفت اصداره لحد 2015 ليه؟ يعني دلوقتي بقى لها 5 سنين ما بتنزلش البرنامج. لا، هي قالت دلوقتي ان الحاجات اللي هيقدر يعملها برنامج زي برنامج الاي اس دي ممكن نقسمها على برنامجين، برنامج زي برنامج الاوتوكاد يقدر يرسم في ال 2 دي بشكل شيك وبشكل كويس، وفي نفس دلوقتي وفي نفس الوقت الحاجات الجزء بتاع الشوب دروينج اللي بيقدر يعمله برنامج الاي اس دي ممكن اوظفه في برنامج زي برنامج الريفت، وبقدر كمان اوظفه في برنامج زي برنامج الروبوت. يعني انا دلوقتي استفدت من برنامج زي برنامج الايس دي، حاطط فيه جزء شويه من برنامج الاوتوكاد، والجزء اللي بعد كده حطيته بالفعل في برنامج الريفت، لان الريفت من افضل البرامج اللي تقدر تعمل شوب دروينج. يعني الناس اللي شغال شوب دروينج قبل كده على الريفت، انا معاك ان هو هيكون تقيل شويه، بس في بلاجنز كتير دلوقتي تقدر تسهل عليك الاجزاء دي كلها. طب تمام، الناس ده اقصى حاجه يقدر يعمل لك برنامج الاوتوكاد. تعالى بقى كده نبدا بقى نشوف البرنامج اللي احنا عايزين نتكلم عليه، الا هو برنامج الريفت. ببساطه خالص يا باشمهندسين، الريفت ده يعني مالتي فانكشن، اللي هو بيقدر يعمل اكتر من وظيفه في اكتر من وقت وفي اكتر من مجال. انا دلوقتي هتكلم بس علينا احنا كمهندسين مدني. انا كمهندس مدني عايز برنامج الريفت ان انا برضو اقدر ارسم في ال2 دي، اللي هو بالظبط اللي انا كنت بستخدمه في برنامج الاوتوكاد. فخلاص، هو برنامج الريفت بيقدر يرسم كويس جدا في برنامج سوري بيقدر يرسم كويس جدا في ال2 دي. ومش بس كده، انا ممكن برضو استخدمه كتول انها ترسم برضو في 3 دي، او تقدر تعمل لي موديلنج. ده مش بس كده، ده الموديلنج بتاع الريفت غايه في الروعه، وهنشوفه مع بعض ان شاء الله دلوقتي. ده مش بس كده، ده ممكن اعمل الريندر، ان انا ابدا ارندر للموديل اللي انا عامله على الريفت، سواء باي طريقه، سواء بقى على الريفت او اي برنامج تاني، او اقدر او على اي كلاود على شركه اوتوديسك نفسها. الحاجات دي كلها سهله جدا، بس انا عايز اوصل لحضرتك ان الريفت ممتاز جدا في الموديلنج، سواء الرسم 3 دي او يقدر يرسم كدرافتنج 2 دي زي الكاد بالظبط. طب ماشي، دي حاجه مش مشكله، انا ممكن استخدمها في اي برنامج تاني من برامج الموديلنج، مش مشكله. ايه تاني بيقدر يعملها؟ تاني حاجه بيقدر يعملها، دي كانت عقده بالنسبه لي وما زالت، اللي هو الجزء بتاع الاناليتيكال موديل. طب ماشي، ايه العقده يا باشمهندس؟ برضه انا مش فاهم. والله يا باشمهندسين، انا واحد من الناس كمهندس تصميم انشائي، لما بيكون معايا مشروع او منشا كبير، فالمنشا الكبير ده يا باشمهندسين لازم مثلا دلوقتي خلاص خط المعماري، ودلوقتي فرضت الاستاتيكال سيستم اللي انا هبدا امشي عليه، عندي هنا كاميرا، هنا قطاع عمود، هنا بلاطه، ظبطت دنيتي خالص. فانا لازم بعد ما فرضت الاستاتيكال سيستم ابدا اشيك عليه. يعني اشيك عليه مثلا، هبدا بقى اشوف الكاميرا دي تاخد تسليح كام. طب مثلا تخانه مثلا او ابعاد الكاميرا دي مثلا السفلي مثلا التسليح بتاعها كام والعلوي تسليحه كام؟ الكاميرا دي مثلا هتبقى 25 في 60 ولا 25 في 70 ولا 12 في 60 ولا هتزيد ولا هتقل؟ طب البلاطه نفسها بقى الديفليكشن او الترخيم بتاعها مسيف معايا؟ يعني مثلا انا قاعد مثلا في الاوضه بتاعتي دلوقتي كده ما الاقيش ان البلاطه بتتحرك تنزل تسلم عليا وتطلع ولا لا؟ والحاجات دي كلها لازم اشوفها برضه. يعني مثلا قطاع العمود ده هيقدر يشيل الحمل اللي واقع عليه؟ يعني مثلا رجليك انت كبني ادم هتشيل جسمك اللي فوق ده؟ لا، ما الحاجات دي كلها لازم اشيك عليه. فانا ببدا اعمل حاجه اسمها الاستاتيكال سيستم على برنامج الاوتوكاد، وببدا اجهز حاجه اسمها الدي اكس اف عشان اقدر اصدره من الاوتوكاد يروح لاي برنامج من برامج التحليل الانشائي. وانا دلوقتي هبدا اقارن لك بحاجه زي دي ببرامج شركه سي اس اي.
شركة سي اس اي معروفة انها من بتنزل برامج من افضل البرامج الكومن في السوق، البوبولار في السوق، او سموها انتوا الشائعة في السوق، اللي هي بتقدر تعمل تحليل انشائي. عندك مثلا بتنزل برنامج زي برنامج السي اس اي ساب 2000، سي اس اي سيف، سي اس اي ايتابس، السي اس اي بريدج، السي اس اي كولم. دي كلها برامج شركه السي اس اي بتقدر تنزلها عشان تعمل لك تحليل انشائي، طبعا مع اختلاف طبعا المعايير بتاعتها. في مثلا برنامج متمكن في حته، ده متمكن في حته، ده متمكن في حته. طب ماشي، ببساطه خالص واحده واحده. انا عامل دلوقتي في الروتر ستاتيك سيستم بتاعي على برنامج زي برنامج الكاد، وعملت له الدي اكس اف بتاعي اللي انا هبدا اخده من الكاد، هروح بيه لبرنامج زي برنامج الساب 2000 على سبيل المثال. والله يا باشمهندس دلوقتي انت عشان تعمل الدي اكس اف بتاعك من الكاد للساب، طب ثانيه واحده بس كده، يعني ايه دي اكس اف اصلا؟ ما تصدر المنشا يا عم من الكاد للساب وخلاص واشتري دماغك. لا، ما الاوبشن ده مش موجود. ازاي يعني؟ والله يا باشمهندس الساب 2000 بيكون ليه معايير خاصه عشان يفهم حضرتك عايز ايه. يعني عايز ايه؟ مش انت عندك كاميرا، عندك قطاع عمود، عندك بلاطه؟ مظبوط. هو حضرتك عشان تصدر لبرنامج زي برنامج الساب 2000 هو مش هيفهم ان دي كاميرا ودي بلاطه ودي عمود غير لما انت تقول له. طب انا هقول له ازاي؟ اهو عشان انت تقول له بقى الاول او الكلام بتاعك ده هو الدي اكس اف. باجي اقول له لو سمحت يا باشمهندس اللوحه بتاعت على الاوتوكاد بيكون عندي البلاطه عشان برنامج الساب 2000 يفهمها، بعملها بامر اسمه 3 دي فيس، وال 3 دي فيس ده ببدا اكرره على كامل المنشا. فكده لما اجي اصدر المنشا بتاعي لبرنامج زي برنامج الساب، هيقول لي دي دي بلاطه، خلاص انت عاملها بامر 3 دي فيس على الكاد، فخلاص انا كده اتكريت في دماغي اوتوماتيك ان دي كده بلاطه. الكاميرا مثلا على سبيل المثال، لازم ترسمه بامر لاين. طب مثلا العمود لازم ترسمه بامر بوينت، يعني تحط نقطه في التقاء المشات او الشلات مع التقاء الكاميرات او الخطوط. لازم دي لازم يا هندسه. اللي هو من الاخر انت بتلاقي عندك مشاكل كتيره قوي وحاجات كتيره، يعني كتيره قوي. يعني اللي هو طب افرض يا عم دلوقتي انا ما خدتش بالي شغال مثلا على مشروع 1000 متر مربع، ودي انا اشتغلت فيها كتير وبلاقي مشاريع كتير زي دي. انا مثلا عملت حاجه زي دي ومعلش يا باشمهندس يعني ما خدتش بالي، يعني العين بتغلط برضه. فبدل ما احط النقطه مثلا او البوينت اللي هتمثل لي قطاع العمود في الساب، بدل ما احطها في تقاطع المشات، لا يعني شفتها سن غصب عني. خدت الموديل بعد ما ظبطت بقى الدنيا كلها وخدتها على برنامج زي برنامج الساب 2000، بحل المنشأ وبعد ما حطيت الاحمال، جاي في الاخر خالص بقول لي الحق يا عم، انت البلاطه اللي انت كنت عاملها مش مسيبه لانها مش راكبه على قطاع العمود. يعني انت جاي لي بعد ما خلصت المشروع وخلاص اديت ظل للمشروع كمان ساعات وتقول لي كده في مشكله؟ ادي اول مشكله. طب تمام، طب ماشي، دي سهله يا عم، ممكن احلها لك. برضه بما ان الناس يعني اللي معظمهم اللي موجودين في انشاءات، في طريقه انا كنت شرحتها قبل كده اسمها طريقه المش اوبشن او المش سموز. دي بتاكد زر واحده كده، هبقى ابعت لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله مع شرحها في دقيقتين، ممكن تخلص منشا كامل مليون متر مسطح في تاكد زر واحده بس. اللي هو انا بخلص كل حاجه بكتب حاجه كده زي السكريبت كده، يعني بيعمل المش سموز او المش اوبشن اللي بيسهل لي ان انا اروح للساب 2000 بتاكد زر واحده، بيكريت لي هو اوتوماتيك. بعلم الكاد واقول له سمحت كريت لي المشات، فهو اوتوماتيك بيكريت واخد انا المشروع وبصدره بس. هبعتها لكم ان شاء الله حاجه زي دي باذن الله يعني. طب ماشي، دي الجزء بتاع الساب سهل. خلينا بقى في الحاجه الثقيله اللي هو بقى في المشاريع اللي انا ما بتهزرش. انا بقى دلوقتي عندي مثلا منشا في مثلا تاور 20 دور 25 دور، وانا مطالب ان انا مثلا ابدا اشيك زلازل ورياح في مثلا زلازل ريسبونس سبيكترم ميثود، او مثلا التايم هيستوري، او اي طريقه من طرق الزلازل. حلو الكلام. ببدا اجهز الموديل بتاعي على ان انا هدخله لبرنامج تاني من برامج شركه سي اس اي، اللي هو برنامج زي برنامج الايتابس. الايتابس بيكون اسهل شويه في الدي اكس اف، اللي هو البلاطه بتبقى عباره عن ريكتانجل او بولي لاين بتقفلهم مع بعض. قطاع العمود بيكون عادي خالص، بيبقى عباره عن ان حضرتك بتعمل امر ريكتانجل على قطاعات الاعمده، والكاميرات والحواد بتبقى امر لاين او امر بولي لاين. يعني سهل جدا، ما فيهوش بقى دي اكس اف بتاع مش زي الدي اكس اف بتاع الساب 2000 انك بقى بتبدا تعمل المشات والشلات، بياخد منك وقت ومجهود. طب ماشي، انا بقى دلوقتي ظبطت الموديل بتاعي وجهزته وخلاص، انا دلوقتي بس واقف على الخطوه ان انا همسك المنشا بتاعي اصدره من الكاد للايتابس. بعد ما كررت المنشا بيكون عندي حاجه اسمها الورنينج، ببدا اشوف بعمل تشيك على المشاكل او الايرورز او الورنينج اللي موجوده في الايتابس. هي برضو زيها بالظبط في الروبوت، هنشرحها برضو، ممكن نبقى ننوه عنها بعدين. دي برضو موجوده في الروبوت، احنا بنسميها الفيريفيكيشن. المهم خلينا في الايتابس.
الايتابس بيقول لك يا عم دلوقتي عندنا دلوقتي حاجه اسمها الورننج، فانا لما اجي اعمل الورننج عندي لو انت عندك لو مشكله واحده مش هتقدر تشوفها اصلا، ولو عندك مشكله زي دي عشان تبدا تعدلها ببساطه خالص حضرتك هتقفل الموديل وهتبدا تعمل موديل جديد وهترجع تاني يا عيني على برنامج زي برنامج الاوتوكاد هتبدا تعدلها فيه وتظبط الدنيا تاني، ولو انت مش عارف المشكله فين اصلا خلاص بقى انت كده ربنا معاك. طب ماشي، ايه بقى البرنامج الريفت حلها لك؟ والله يا باشمهندس برنامج الريفت عامل لي حاجه اسمها الاناليتيكال موديل، اللي هو ان جاست حضرتك رسمت الفيزيكال موديل، رسمت مثلا سي مثلا قطاع كاميرا او قطاع عمود او قطاع بلاطه، فهو الريفت اوتوماتيك بيكريت الدي اكس اف بتاعك. يعني انت خلاص رسمت كاميرا او قطاع عمود وبلاطه، اه خلاص انت كده خلصت الدي اكس اف اصلا، اللي هو انت بس باقي واقف بس على الخطوه انك تقول له لو سمحت يا عم الريفت صدر لي من عندك لبرنامج زي برنامج الروبوت او الليتابس وخلصت. هو كمان اوتوماتيك مسموح لبرنامج الريفت ان انا اخش من قائمه انالايز ابدا احط الاحمال بتاعتي، وكمان الريفت بيقدر يعمل لي تحليل انشائي بنسبه دقه تصل الى 70%، وممكن نشوفها مع بعض بعدين. طب تمام ماشي، دي تاني حاجه معانا الريفت بيقدر يعملها. تالت حاجه معانا الجزء بتاع الدروينج وشيتس، الريفت بيطلع شيتس بالظبط زي الكاد واحسن منه. ده مش بس كده، انا ممكن اعمل كمان كل اللوحات اللي انا عايزها، ممكن اطلع لوحات تندر دروينج من على الريفت، شوب دروينج من على الريفت، اسبلت دروينج من على الريفت، يقدر يعمل اي حاجه انا عايزها. طب ماشي، رابع حاجه بيقدر يعملها لي الجزء بتاع حصر الكميات، دي حاجه متمكن فيها جدا. اللي هو ازاي متمكن فيها؟ اللي هو هندسه جاست ان حضرتك رسمت اي اليمنت انشائي في برنامج الريفت هو اوتوماتيك بتبقى اصلا انت معرف فيه ان مثلا ده عرضه كذا طوله كذا مرسوم من اول كذا لحد كذا. حتى كمان في ناس كتير كلمتني في حاجه زي دي، اللي هو يا باشمهندس مثلا دلوقتي انت بتقول مثلا البرنامج الريفت متمكن جدا في حصر الكميات، طب افرض دلوقتي انت رسمت كاميرا من اول سي مثلا كاميرا عندك مثلا باكيه او مثلا منشا على سبيل المثال خمس باكيات، يبقى كده عندك ست قطاعات اعمده، فرسمت مثلا قطاع عمود من البدايه لحد النهايه، فبالتالي ان هيكون عندك تداخل ما بين الكاميرا وقطاع العمود. فهو هندسه كده برنامج الريفت مش هيفهم ان كده انت رسمت الخرسانه مرتين، لا يا هندسه معلش كده دي هنشوفها مع بعض قدام ان شاء الله لما نيجي نعمل الجزء بتاع حصر الكميات. لا بس هو برنامج الريفت بيكون مطلع في الفيلدز بتاعته حاجه اسمها اللينث وحاجه اسمها الكات لينث، اللي هو لما بيجي يعمل حصر كميات بياخد لك من الوش النظيف للوش النظيف، اللي هو ما بيكررلكش الحاجه مرتين، فدي حاجه كويسه جدا برضو في الجزء بتاع حصر الكميات وهنشوفها مع بعض ان شاء الله. بعد كده من الحاجات اللي بيقدر برضو يعملها الجزء بتاع الريفت اللي هو الانفيرنس تشيك، اللي هو الجزء بتاع الكوردينيشن، بقدر اطلع لوحات متكاردنه من برنامج الريفت ببساطه خالص. سيبك كمان من الجزء بتاع الكوردينيشن هنشوفه مع بعض برضو ببساطه خالص، اللي هو انت المنشا بتاعك لما بتيجي ترسمه اللي هو الدور الاول زي الدور الثاني زي الثالث الاكسات يا نفسها، وجاست ان حضرتك عدلت حتى لو قطاع عمود حركته ملي هيبقى معروف انك حركته تحت وهتبقى عارف انك حركته فين وتقدر تعالجه ببساطه خالص. اما برنامج زي برنامج الاوتوكاد انت ممكن بقى يعني ايه تروح هنا شويه تيجي هنا شويه، ده انا مش عارف دي راحت فين، طب دي جت منين انا مش عارف. لا برنامج الريفت دي سهله فيه. طب خلينا بقى في الجزء بتاع الكوردينيشن، انا بقدر اعمل دلوقتي بشوف مثلا المشاكل اللي عن طريق ان انا بعمل ريفت لينكس ما بين مثلا اللوحات المعماري واللوحات الانشائي، دي سهله. بقدر برضو اعمل لينك مثلا ما بين الجزء بتاع مهندسين الام اي بي وما بيني مثلا كمهندس انشائي. طبعا الريفت انا بشوفه مش متمكن قوي فيها في الجزء بتاع الكوردينيشن، طبعا في برامج ثانيه تقدر تعمل الكوردينيشن ببساطه خالص زي برنامج البي اي ام 360 او زي برنامج النافس وركس، في برامج كتير تقدر تعمل الجزء بتاع الكوردينيشن. طب ماشي، بيقدر برضو يعمل بعد كده الجزء بتاع الكوليبريشن، اللي انا بقدر ادخل معايا الناس القائمين على المشروع. يعني مثلا دلوقتي انا بقدر مثلا ادخل معايا مهندسين مدني، انا مهندسين عماره، مهندسين مثلا الام اي بي، بقدر ادخل معايا الاستشاري، بقدر مثلا ادخل معايا المالك، ممكن ادخل اصلا الستيك هولدرز معايا كلهم، فدي حاجه برضو سهله في الريفت. اخر حاجه معايا برضو في الريفت الجزء بتاع الشوب دروينج، واتكلمت عنها انها بتقدر تطلعها من برنامج الريفت، يمكن بتكون صعبه شويه بس انا دلوقتي بدخل بلاجنز كتيره زي السوف ستيك والحاجات دي كلها بتسهل لي الشغل على برنامج الريفت وبتدي لي كواليتي انضف واعلى بكتير من شغل الكات او برنامج الاي اس دي. طب ماشي يا باشمهندس،
دي نماذج بسيطه كده للوحات اللي بقدر اطلعها من برنامج زي برنامج الريفت. بقدر من برنامج الريفت اعمل اي حاجه، زي مثلا ممكن اعمل موديل بسيط زي ما حضراتكم شايفين، موديل مثلا هاي ريز بيلدينج على سبيل المثال. ممكن كمان اقدر اطلع الجزء يعني منشا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ده منشا انا حاطط عليه الاحمال ببدا اجهزه عشان ابدا اصدره للبرنامج زي الايتابس او برنامج زي برنامج الروبوت. ممكن كمان اطلع يعني المنظر اللي قدام حضراتكم ده، ده الاناليتيكال موديل اللي انا هقدر اصدره من برنامج الريفت، ده برنامج ريفت يا باشمهندسين، الى برنامج زي برنامج الايتابس او برنامج الروبوت. طبعا ده انا ما عملتش اي حاجه، انا الحاجات دي انا ما عملتهاش، انا جاست بس ان انا عملت مثلا موديل زي ده او موديل زي ده وقمت داخل له من ايكون كده هنشوفه مع بعض كمان شويه، قلت له لو سمحت اظهر لي الاناليتيكال موديل ده بالظبط. وكمان مش يعني ده كمان كده مش عرض وخلاص، لا، في مشاكل كتيره جدا بتواجهنا لما بنيجي نصدر من برنامج زي برنامج الريفت الى سوري من برنامج زي برنامج الكاد الى برنامج الايتابس، اللي هو يا باشمهندسين اللي هو يا عم بيجي يقول لك لو سمحت يا هندسه لما حضرتك تيجي تصدر من برنامج زي برنامج الاوتوكاد الى برنامج الايتابس، لو سمحت لو سمحت لما بيكون عندك كاميرا ما بين قطاعين اعمده لازما الكاميرا دي تنزل بالظبط في منتصف قطاع العمود. طب ده هو ينفع يا باشمهندس؟ يعني هو ده ينفع يتحقق في ارض الواقع؟ اكيد لا. فانا بضطر ان انا بعمل حاجه اسمها الريجيد على برنامج الكاد عشان هو يقراها لي في برنامج الايتابس ان دي حلقه وصل تلقط ما بين الكاميرا عشان ترمي حمل الكاميرا لمنتصف العمود. طب ماشي انا لسه عيد الكره دي كلها ولسه هستنى واروح وارجع، لا، برنامج الريفت ممكن وانا واقف في الاناليتيكال الموديل ده اختار اي كاميرا عندي في المنشا بتاعي وببدا دبل كليك شمال عليها او بختار من الشورت كات بتاعها ايه، ببدا اظبط حاجه اسمها الاناليتيكال لينك او ببدا اعمل لينك او ريجيد او ستيف اريا عشان تشيل او تنقل حمل الكاميرا بدل ما هي طايره في السماء كده، لا، تشيل حملها ترميه في منتصف قطاع العمود وبتاكد زر واحد. دي كلها تفاصيل كتيره الريفت بيقدر يعملها لي. طب ماشي ماشي كمل بس معايا كده، ده يا هندسه اللوحات بتاعت برنامج زي برنامج الريفت. كمان يا هندسه برنامج الريفت من المميزات بتاعته اللي هو انت مش مسموح لك انك تعك، يعني مش مسموح لك انك تعك، يعني مثلا دلوقتي شغلك في البرنامج زي برنامج الاوتوكاد، يعني ممكن مثلا نشوف الاوتوكاد تاني كده حاجه مثلا زي دي مثلا او زي دي كده. في ناس مثلا في الكاد بتطبع اللوحات باسلوبين، اسلوب اسمه اللي اوت، انك ده اللي احنا بنستخدمه في الشركات يعني عامه، اللي هو كل حاجه تطلع بسكيل، يعني مثلا ده سكيل 1 الى 100، ده سكيل 1 الى 50، ده سكيل 1 الى 200، تمام؟ او في ناس تانية بتطبع اللي هو ايه فيت تو بيبر، انك بتمسك اللوحه بتاعتك ويا عم انجز يا عم ومحدش هيراجع ورانا، يعني مثلا الاستشاري مثلا هيمسك مسطره او الدكتور مثلا هيمسك مسطره ويقيس مثلا المسافه ما بين هنا لهنا ويضربها في سكيل، محدش بيعمل كده، لا، دي بتتعمل في المشاريع الكبيره. اللي هو مثلا لا انت لو انت بتطلع المشروع بتاعك، لا لو سمحت كده انت مثلا شغال بسكيل كام؟ 1 ل 50، معلش كده يعني انت ضارب كده البعد عندك في 2، فخلاص هات لي بقى مسطره كده وراجع وراك. فدي ممكن تضربها باسلوب او باخر على برنامج زي برنامج الاوتوكاد، اللي هو انت من الاخر يعني بتعمل اللوحه بتاعتك بلوك ببساطه خالص وبتعمل لها ستريتش او بتعمل لها سكيل وبتدخلها في فريم سايز معين وخلاص انا كده خلصت المشروع بتاعي، سلام عليكم. ده ما فيش الكلام ده في برنامج الريفت، انا مش بضرب لوحات، انا كل حاجه عندي انا محطوطه بسكيل معينه، يعني مثلا لوحه الاساسات دي واخدها مثلا بسكيل 1 ل 100، الاليفيجن ده مثلا واخده مثلا بسكيل 1 ل 50، انا بضرب مثال يعني، كل حاجه هنا واخد حقها بزياده. طب ماشي يا باشمهندسين كمل معايا، ده هندسه نموذج لحصر الكميات اللي انا بقدر اطلعها من برنامج الريفت. كل عنصر انا رسمته او كل عنصر انا عملته، طبعا انا كده فتح لكم بس يعني ايه ظاهر لك كل القطاعات العامله، طبعا في حاجات كتيره في السورتنج والفلتر والحاجات دي كلها هنشوفها ان شاء الله مع بعض في الجزء بتاع الحصر، اللي انا ممكن اقدر اخلي بس كده البرنامج يحسب لي مثلا عندي في قطاع عمود 30 في 70 عندي كام عمود والكوست بتاعته كام، تكلفته كام اللي هو الجزء بتاع الكوست استيميشن الخاصه بالاعمده وعددهم كام وحجمهم كام. بقدر كمان اطلع كميه الرمل اللي استخدمها في المشروع، كميه الزلط، كميه الاسمنت، ممكن كمان اعمل طريقه زي طريقه التعويذه اللي انا شرحتها قبل كده، يعني اللي هو بقدر بقى اطلع الفاميليز من الفاميليز نفسها، ابدا اطلع البي والايتش والبي والاتش اللي انا هستخدمهم زي مثلا في رقبه عمود على سبيل المثال عشان مثلا ابدا اعمل مثلا حصر العزل او البيتومين اللي انا هستخدمه في المشروع. دي كلها تفاصيل بقدر اعملها برده في الجزء بتاع حصر الكميات او البيل اوف كوانتيتيز او التيك اوف على برنامج زي برنامج الريفت، دي كلها معايير دي سهله جدا اعملها. تمام يا باشمهندسين، ايه تاني يا هندسه؟ حاجه زي الكوردينيشن، يعني لو حط الحاجه اللي قدام حضراتكم دي
اقدر برضو اعمل الكوردينيشن، مثلا ببدا اشوف مثلا المشاكل فين والمشاكل فين، يعني مشكله هنا ومشكله هنا، عندي مثلا الجزء بتاع المعماري، عندي مثلا الجزء بتاع السيلينج مثلا هنا، عندي مثلا الدكتات مثلا، عندي الجزء بتاع الفاير فايتنج، عندي مثلا ووتر سبلاي، عندي مثلا في حاجات كتير قوي حتى لو مش موجوده معانا في الانديكيشن اللي قدام حضراتكم دي، الكوردينيشن في برنامج زي برنامج الريفت بقدر اشوفها في، يعني مثلا يعني شكل زي ده على برنامج زي برنامج الاوتوكاد ما اظنش انك تقدر تظهره اصلا، ده استحاله يعني، كمان عشان اخد سيكشن في قطاع كاميرا او في ضغط مثلا على سبيل المثال عشان ابدا اطلع حاجه زي دي، دي ربنا معاك انت بقى ببساطه خالص. يعني انا هنا مثلا عارف ان هنا مثلا دي كونكريت سلاب، دي البلاطه بتاعتي، عندك هنا الدرينج بايب، عندك هنا الميكانيكال ايكويبمنت، عندك هنا مثلا الجزء بتاع الفاير الارم، عندك هنا السيلينج الخاصه بالمعماري، عندك هنا الاير تيرمينال، عندك كل حاجه باينه قدام حضرتك، فدي مش مكانها دلوقتي، سيبها ممكن نبقى نتكلم فيها او الجزء بتاع الكوردينيشن بعدين. طب تمام، بس عندك كمان الجزء بتاع الخاص بالشوب دروينج ببساطه خالص، انا عامل شوب دروينج دلوقتي بالمنظر قدام حضراتكم ده ببساطه خالص على برنامج الريفت، مش مستخدم بقى لا سوفي ستيك ولا اي حاجه، انا كل اللي انا عملته دخلت من البانل بتاعه رينفورسمنت ودخلت هنا بقى في الجزء بتاع التسليح نفسه بتاع السلالم، سواء عند بلاطات والحاجات دي كلها بدات اسلح التسليح بتاعي، وكمان عملت الهوك بتاع الخطافات بتاعتي والحاجات دي كلها ببساطه خالص ومن غير اي مشاكل. طبعا في بلجنز بتضيفها زي ما قلت لحضرتك زي السوفي ستيك بيديك سماحيه تطلع شغل انضف من ده بكتير، بس انا بقول لك يعني كانديكيشن بسيط يعني مش اكتر. طب تمام، بس ده ببساطه خالص الحاجات اللي انا بقدر اعملها على برنامج الريفت. تعالى بقى دلوقتي نبدا نخش بقى كده على برنامج الريفت ونبدا نشوف الدنيا ماشيه ازاي معانا على برنامج الريفت. نفتح كده برنامج الريفت مع بعض اهوت. مبدئيا في برنامج الريفت لحد سنه 2017 او لحد سنه 2016، الريفت الاول لسنه 2016، يعني انا دلوقتي فاتح برنامج زي برنامج ريفت 16، كان بيقسمهم لك ان ده ريفت ستراكشر او ريفت اركتكتشر او ريفت ام اي بي. لحد دلوقتي ده كان مقسمهم لك مثلا ان ده ريفت انشائي، ده ريفت معماري، الحاجات دي كلها. بس بعد ريفت 2017 لحد ريفت 21 دلوقتي، دلوقتي لقيت الريفت ده عباره عن حاجه كبيره قوي كده، لما تيجي تبص في المنيو بار او شريط التابات او التابوبات تلاقي عندك هنا اركتكتشر، عندك هنا ستراكشر، عندك هنا سيستم، تلاقي عندك هنا كل حاجه خاصه بجميع الاقسام. تمام يا باشمهندسين، فدي حاجه بسيطه يعني كده، انا بس جاي اشتغل دلوقتي على برنامج ريفت 16 لان انا واحد من الناس بحب ابدا اطبق مبدا الورك فلو، اللي انا بحب اخلي السيستم بتاع البرامج بتاعتي كلها بنفس الاصدار، انا عندي مثلا ريفت 20 فخلاص خلي ريفت 20 روبوت 20 نافذ 20. فخلينا دلوقتي نشتغل بس على الريفت اللي معانا ده، مفيش اي مشاكل خالص. حضرتك مثلا عندك ريفت 20 او 21 سهلين جدا، هما نفس الحاجه اللي هو اللي خليك تشتغل على ريفت 16 ريفت 14 هو بالظبط نفس الكونسبت. وانت كمان لو شغال مثلا في مشاريع كبيره مثلا تحت استشاري مثلا هيبدا يشتغل المشروع كله تحت مثلا ورك فلو خاصه بالبي اي ام، فالبي اي ام مانجر هو بيحط الاستراتيجيه بتاعته هيبدا يقول لك لا يا عم لو سمحت دلوقتي الجروب كله هيشتغل مثلا ريفت 2020، فانت غصب عنك هتشتغل ريفت 2020. مثلا ده هتشتغل ريفت 16 فكله هيشتغل ريفت 16، فهي مش فارقه معايا اي حاجه، انا اهم حاجه بس بالنسبه لي افهم ايه البرنامج شغال ازاي، وهم اصلا الريفت اصلا كله نفس الحاجه من غير اي استثناء. طبعا يكون في تفاصيل كتيره بتنزل في كل اصدار او في كل تحديث، بس تعالى كده واحده واحده نفهم ايه اللي موجود دلوقتي وبعد كده نبدا نفهم الحاجات اللي في الاصدارات اللي بعد كده. ده مثلا دلوقتي اول ان حضرتك ما بتفتح كده برنامج زي برنامج الريفت، تمام، ايا كان بقى الفيرجن بتاعتك فيرجن 16 فيرجن 17 هما بيكونوا نفس الكونسيبت مفيش اي مشاكل. فبيظهر معاك بس حاجه اسمها الريسنت فايل او الستارت بيج او الريسنت دوكيمنت بالمنظر اللي قدام حضرتك ده، دي المسه كده احنا بنسميها الستارت بيج او الريسنت فايل. في ناس مثلا لما بتيجي تفتح البرنامج اصلا مش بتلاقيها بنفس الكونسيبت او بنفس المظهر اللي قدام حضرتك ده، احنا ممكن بس نظهرها دلوقتي كده، ممكن كده البرامج بس كتير عندي، ممكن اليوزر انترفيس، تمام، بتلاقي مثلا بالمنظر اللي قدام حضرتك ده اللي هو جاست ان حضرتك فتحت برنامج زي برنامج الريفت، فبيظهر معاك بالمنظر ده. طب ايه هندسه، ما هو مش دي الريسنت فايل او الريستارت بيج او الريسنت دوكيمنت، فين بقى الحاجات اللي كانت موجوده هنا؟ بتلاقيها مخفيه. فانا لو عايز اظهرها فبيكون عندي هنا في شريط القوائم اللي قدام حضرتك ده، هتلاقي عندك هنا بقى حاجات كتير، عندك هنا ستراكشر واركتكتشرال وانسيرت وانوتيت، حاجات كتير قوي كده قدام حضرتك، تمام. لو فتحت اي حاجه منها، تمام، سي مثلا قائمه ستراكشر، فهتلاقي قائمه ستراكشر دي كل حاجه فيها مش متفعله، يعني مثلا ستراكشر تلاقي برضو اركتكتشرال انسيرت كل حاجه فيها مش متفعله.
هتلاقي بس ما عدا حاجه واحده بس، قائمه فيو هي، احنا ممكن بس نجيبها كده تاني، قائمه فيو مثلا هتلاقي بس عندك حاجه واحده اللي ظاهره معاك، حاجه اسمها اليوزر انترفيس. طبعا الكلام ده كله انا هشرحه لك دلوقتي بالتفصيل الممل، محدش يقلق يعني. تمام هندسه؟ فانت بيكون عندك هنا اليوزر انترفيس، كليك شمال عليها، فبيكون عندك هنا حاجه اسمها الريسنت فايل، كليك شمال عليها يا باشمهندس، ظهرت معاك بالمنظر اللي قدام حضرتك ده، قول له بس اعمل لي حاجه اسمها الماكسمايز اللي هو كبرها لي عشان تبقى باينه معايا. تمام؟ دي بقى هندسه اللي هو يعني جاست ان دي خطوتك في البدايه عشان تبدا تخش على برنامج زي برنامج الريفت، قول له بس ماكسمايز اهيت. تمام بس ايه بقى اللي موجود معايا في الجزء ده يا باشمهندسين؟ هي نفس الحاجه في كل حاجه. طب تمام، ايه اللي بيكون معايا هنا؟ عندنا هندسه بيكون عندي المنيو براوزر، بيكون في شويه تفاصيل محترمه كده نشوفها مع بعض. بعد كده بيكون عندي الكويك اكسس تول بار، هنشرحه بعدين لما نبدا نخش في اليوزر انترفيس الرئيسيه في البرنامج. عندنا الجزء بتاع السيرش اللي احنا هنستخدمه بعد كده لو انت عايز تدور على اي حاجه، هو برده الجزء اللي قدام حضرتك ده. بعد كده اللي بالنسبه لي مهم في الجزء ده، ممكن تدخل الاكونت بتاعك على الاكونت بتاعك في موقع اوتوديسك. عندي الايكون علامه الاكس دي، دي اسمها الاكستشينج ابس اللي هي اتغيرت بعد 2016 بقى اسمها الاوتوديسك ستور. كان مثلا لو انت بقى عايز تنزل اي بلجن او اي حاجه من برنامج زي برنامج من موقع اوتوديسك لبرنامج زي برنامج الريفت، بيبقى سهل خالص، بتسجل بس من هنا او على الموقع، وتخش بس كليك شمال على الاكستشينج ابس او الاوتوديسك ستور، وبتخش نزل الحاجه اللي انت عايزها. بعد كده عندك طبعا علامه الماكسمايز والمينمايز، وانك تعمل كلوز، دي حاجه مالناش دعوه بيها يعني. بعد كده مثلا انزل معايا تحت هنا، عندك هنا البروجكت المشاريع بتاعتك، بيكون عندك هنا الاوبن تفتح مشروع قبل كده، عندك نيو تفتح مشروع جديد، عندك هنا التمبلتات اللي انت هتستخدمها على البرنامج وهنتكلم فيها دلوقتي مع بعض. بعد كده عندك الفاميليز اللي انت بتبدا تكريتها او بتبدا تضيفها على البرنامج عشان تسهل لك الشغل بتاعك، ممكن تعمل اوبن لاي فاميلي انت عندك، ممكن تعمل نيو، عندك شويه حاجات تانية كده سيبك منها دلوقتي، هنبدا نشوف الديسك سيك ده لايه بعدين. بعد كده مثلا عندي هنا الريسورسز اللي على الجنب اللي عندك في اليمين ده، بيكون فيها شويه حاجات بسيطه كده. عندك اول حاجه اسمها واتس نيوز، بيقول لك يا عم دلوقتي الحاجات اللي بقت جديده في برنامج زي برنامج الريفت 16، انت لسه نازل البرنامج بتاع السنه يعني. يعني مثلا لما تيجي تنزل برنامج ريفت 2021، فانت بتلاقي مثلا واتس نيوز بتبقى فيها حوالي 21 فيديو، تمام، يبقى فيها التفاصيل الجديده، الحاجات الجديده اللي نزلت جديده في الفيرجن دي، بتبقى حاجات سهله وبسيطه يعني مش اكتر طالما انت مستخدم البرنامج قبل كده. عندك الهيلب لو عندك اي مشكله في البرنامج ببساطه خالص ممكن تظهرها او ممكن تتكلم مع الشركه نفسها عشان يبدا يحلوها لك، واحنا استخدمناها كتير يعني ما فيش اي مشاكل. بعد كده الاسينشال سكيلز فيديوز، دي بقى بتلاقي فيها فيديوهات تعليميه من موقع اوتوديسك نفسه بيعرفك، والله يا عم دلوقتي انا عندي مثلا دلوقتي عايز ابدا اكريت element زي مثلا عمود كولم، عايز مثلا يعني ايه how to مثلا create beam how to create slab، الحاجات دي كلها بخش هنا من essentials skills videos، ببدا اقول له مثلا يعني ايه علمني الحاجات اللي انت منزلها في اوتوديسك، بيشرح لي مثلا فيها ازاي بستخدم البرنامج. بعد كده عندي الاكستشينج ابس، دي بالظبط نفسها هنا هي الاوتوديسك ستورز اللي بيكون عليه البلجنز وبيكون عليه الاكستنشنز اللي انت بتضيفها للبرنامج فيما بعد. بعد كده عندك هنا الريفت كوميونتي، دي بتبقى عباره كده عن ايه جروب كده او مجتمع او منتدى زي ما بيقولوا يعني، اللي هو انت لو عندك اي سؤال او عندك اي مشكله في برنامج الريفت كيوزر ممكن تخش مثلا معاهم تتكلم معاهم. بس يا ريت يا ريت يا ريت لو حضرتك مش بتعرف تتكلم انجليش ما تخشش، لاني كنت بشوف ناس كتير بتخش تفرانكو، فالفرانكو ده مثلا مين اللي هيتكلم معاك فرانكو يعني؟ اكيد غلط يعني. فبلاش مثلا لو انت مثلا ما تعرفش تتكلم انجلش فلا يعني ما تحتكش بالناس يعني، افهم مثلا خد مثلا حاجه وترجمها بره بس ما تكتبش فرانكو، فعشان دي يعني بتبقى فيها مشاكل شويه يعني. دي ببساطه خالص الجزء بتاع الريسورسز اللي موجوده هنا، ده الريسنت فايل اللي موجوده معاك في المشروع. طب تماما، بس ما تيجي بقى نبدا نخش كده في اليوزر انترفيس ونبدا نفهم الحاجات اللي حضرتك وقفت لحد عندها دي. طب تماما، بس ايه بقى الحاجات دي؟ مبدئيا يا باشمهندسين، مش انا كمهندس مدني اللي بستخدم البرنامج، مش انا مهندس مدني مش بستخدم البرنامج. انت لما تيجي تفتح برنامج الريفت ايا يعني كان الاصدار بتاعه، هتلاقي فيه تفاصيل خاصه بالمعماريين، الجزء بتاع الاركتكشر، تلاقي مثلا في حاجات مثلا خاصه بمهندسين الام اي بي، تلاقي مثلا في حاجات تانية خاصه برضو يعني مش بتاعتنا خالص، احنا كمهندسين مدني مش هنفهم فيها اصلا طالما انت ما اشتغلتش مثلا ام اي بي على الريفت ام اي بي قبل كده، خلاص انت مش هتفهم يعني اصلا هانجرز، يعني مثلا الستارت بوينت والاند بوينت مثلا بتاعه البايب، الفالفز مثلا انت مش بتفهم فيها يعني اصلا اي حاجه، ازاي مثلا بتعمل كونكشنز مثلا ما بين الفالفز والحاجات دي كلها، فانا مش فاهم انت بتتكلم في ايه اصلا. فلا احنا عشان نبدا نسهل
ونحدد الطريق بتاعنا، فانا بيكون عندي لايبرري، مكتبه خاصه بالريفت بتاعي. بقول لو سمحت دلوقتي انا هبدا اشتغل مثلا بتمبلت ليا انا كانشائي، والتمبلت اللي احنا الى حد ما بنستخدمه لينا احنا كمهندسين مدني حاجه اسمها الاستراكشرال اناليسيس ديفولت ماتريك. اي سي جي بتستخدم حاجه اسمها الاستراكشرال اناليسيس ديفولت ماتريك اب. تمام يا باشمهندسين، عايز انت بقى تستخدم، سوري، عايز تستخدم التمبلت ده او التمبلت اللي هو الميتريك اب، دي حاجه ما فيهاش اي مشاكل، هما الاثنين واحد. هي اي سي جي بس اللي بتستخدم الاستراكشر اناليسيس ديفولت ميتريك اب. ماشي. طب يا باشمهندس انا دلوقتي بقى عايز اضيف التمبلت ده، لان انا لما جيت فتحته عندي ما لقيتهوش، بضيفه منين؟ مبدئيا هندسه، بص كده معايا واحده واحده. بيكون عندك حاجه اسمها لايبراري اوف ريفت، كل ريفت انت بتنزله فبيكون عنده المكتبه بتاعته، او انت بتنزلها يعني ببساطه خالص. فانا بنزل مثلا المكتبه بتاعت الريفت بتاعي، انا مثلا عندي ريفت 16، اه خلاص انا عندي ريفت 16، المكتبه بتاعته لما تقدر دبل كليك شمال مثلا عليها. تمام يا باشمهندسين، فبيكون بقى فيها كل حاجه انت عايزها، بيكون مثلا فيها التمبلت بتاعتك، بيكون فيها الفاميليز بتاعت العناصر الانشاء بتاعتك. طبعا بعتذر ان الجهاز تقيل شويه، البرامج بس كتيره، فدي حاجه بسيطه يعني. فبيكون عندك هنا هندسه الحاجات الخاصه بالمكتبه بتاعتك، عندك مثلا هنا التمبلت بتاعك، عندك المكتبه بتاعتك اللي بيكون فيها العناصر الانشائيه، دي كلها حاجات هنشوفها مع بعض ازاي بنتعامل فيها. طب ماشي يا هندسه، حلو جدا. بص بقى ازاي بضيفها بقى، او ازاي بتعامل اصلا، او ازاي بدخل التمبلت بتاعي انا كمهندس مدني في برنامج زي برنامج الريفت. ببساطه خالص يا باشمهندسين، ادي برنامج الريفت اهوت. بقول لو سمحت خشي لي من المنيو براوزر او البيج ار دي، كليك شمال عليها، فبيظهر معايا حاجات كتير قوي كده. الحاجات دي انا هتكلم فيها دلوقتي، بس لما اخش في اليوزر انترفيس. اللي انا عايزه منها ببساطه حاجه هنا اسمها الاوبشن، كليك شمال عليها يا باشمهندسين، هيبدا دلوقتي يفتح لي الاوبشن اللي قدام حضرتك. سيب برده كل حاجه فيها، انا بس دلوقتي مش عايز غير حاجه اسمها الفايل لوكيشن. هتلاقي عندك هنا مثلا في الفايل لوكيشن حاجه هنا، او التمبلتات اللي موجوده اصلا معاك، دي الحاجات اللي انت موجوده معاك. يعني مثلا دلوقتي انا ضايف تمبلت اسمه ستراكشرال اناليسيس ديفولت ميتريك، عايز تمشي له جاست كليك شمال عليه وقول له لو سمحت اعمل لي ريموف فاليو، امسحه لي. طب مثلا انا ده مثلا مش موجود عندي عايز اضيفه، فباجي من علامه البلس او الاد فاليو دي كليك شمال عليها، فبيفتحني اوتوماتيك للمكتبه بتاعت بره، ببدا ادور عليها وبختار التمبلت بتاعي. مثلا سي هنا كليك شمال عليها، على ما يفتح ببساطه خالص اهوت، بيقول لي يا عم دلوقتي المكتبه بتاعتك فين؟ انا يا عم والله المكتبه بتاعتي كنت حاططها مثلا على الديسك توب، كان مثلا اسمها اللايبراري اوف ريفت، انا عايز التمبلت بتاعتي. طب ماشي، انا دلوقتي هشتغل بقى بالجينريك ولا باليو كي ولا باليو سيمتريك؟ طالما انت هتشتغل بقى بالمتر والحاجات دي كلها والسنتي والحاجات بتاعتها الملي والحاجات دي كلها، فيفضل انك تشتغل باليو اس ماتشك. بعد كده مثلا بنيجي بقى احنا بنختار التمبلت بتاعنا. انا عامل دلوقتي لما تيجي تبص معايا، طبعا الحاجات هنا انا كنت عاملها كابي اكتر من مره يعني، فاني واي مش مشكله. انا بيكون عندي هنا حاجه اسمها الكونستراكشن ديفولت ميتريك، عندي هنا كمان لو حضرتك ملاحظ معايا عندك الالكتريكال ديفولت ميتريك، عندك الميكانيكال ديفولت ميتريك، عندك البلامنج ديفولت ميتريك، دي كلها بتبقى خاصه. انا مثلا دلوقتي مهندس ميكانيك، فانا اللي يخليني اجي مثلا الجزء بتاع مهندسين مدني، فبختار الميكانيكال ديفولت ميتريك. طبعا الحاجات دي انا دي مش شرط يعني، انت لو دخلت من قائمه ستراكشرال تمبلت اللي موجوده في البرنامج او في قائمه نيو هتلاقي فيها اللي انت عايزه برضه، بس دي بتدي لك فاسيلتيز زياده في البرنامج وهنشوفها مع بعض ان شاء الله. المهم انا دلوقتي كمهندس مدني فبختار حاجه اسمها الاستراكشر اناليسيس ديفولت ميتريك، سواء بقى دي او الاب مش فارقه معايا. انا عم هختار دي واقول له طبعا اوبن، بس طبعا عشان كنت مستوردها قبل كده فموجوده، عايزين نشيلها ونضيفها تاني، فدي سهله وبسيطه يعني. جاست ان حضرتك ضغطت اوكي كده خلاص، هو بقى يبدا يكريتها لك ان دي بقت موجوده مع حضرتك هنا. طب ماشي يا بس، قول له بقى دلوقتي اعمل لي حاجه اسمها الاستراكشر اناليسيس ديفولت ميتريك، ابدا بس كليك شمال عليها وابدا دلوقتي بقى افتح لي اليوزر انترفيس عشان نبدا بقى دلوقتي نتكلم ايه الحاجات اللي موجوده في البرنامج نفسها. البرنامج الناس دلوقتي لما يبدا يفتح الستارت بيج او سوري او اليوزر انترفيس، بيتكون بقى بيبقى فيه حاجه اسمها دراعك اليمين ودراعك الشمال. يعني ايه دراع اليمين ودراعك الشمال؟ بيكون في حاجه الناس اسمها البروبرتيز وحاجه اسمها البروجكت براوزر، هتفتح دلوقتي ونشوفها مع بعض ان شاء الله. انا دلوقتي بس بفتح معاكم التمبلت اللي هو خاص بينا احنا كانشائيين مش اكتر يعني. طبعا برضو ممكن تفتح اصلا اي او اي مثلا مشروع من اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني ممكن مثلا افتح مثلا اللي هو اللوحه بتاعت الشيت، ممكن لاست انتجريتد، اي لوحه كانت قبل كده ممكن مثلا اعمل اوبن، او اي مثلا اللوحه دي مثلا موجوده بره دبل كليك شمال فبتفتح معايا هنا من غير اي مشاكل. طب ماشي، ادي الريفت بيفتح هندسه، على ما يفتح يعني.
تمام يا باشمهندسين، بدأ دلوقتي كريت لي بقى الدنيا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نشوفها مع بعض. ده ببساطة خالص يا هندسة، ادي البرنامج فتح معانا كده من غير أي مشاكل، كل حاجة بقت موجودة قدام حضرتك. ايه بقى مثلا الذراع اليمين والذراع الشمال؟ والله يا باشمهندسين بيكون عندي الاتي، دي احنا بنسميها اليوزر انترفيس او واجهة المستخدم الرئيسية. دي بقى بتتكون من ايه يا هندسة؟ والله يا هندسة بتتكون من اكتر من حاجة. عندك هنا برضو المنيو براوزر اللي موجود قدام حضرتك، عندك هنا الكويك اكسس تول بار، عندك هنا الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، عندك هنا شريط التبات اللي هو استراكشر واركتكتشر وانسيرت وانوتيت، حاجات كتير قوي هنا، انسيرت وانوتيت واناليز، حاجات كتير قوي هنا يا باشمهندسين. بيكون عندك في كل تاب من دي حاجه بنسميها الريبون او الديتم هنتكلم فيه دلوقتي، وكل ديتم من ده بيطلع منه حاجه اسمها البانلز، وكل بانل بيكون فيها شويه ايكونز هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. بعد كده بيكون عندي حاجه اسمها الوركينج دروينج او الوركينج اريا او الورك بلان اللي انا برسم فيها. بيكون عندي دراع اليمين ودراع الشمال اللي هو البروجكت براوزر والبروبرتس. طب ماشي، واحده واحده بقى كده وفهمني الدنيا ماشيه ازاي، عشان لما نبدا نخش بعد كده في الفيديوهات اللي جايه نبدا نفهم هنشتغل ازاي. ماشي يا هندسه، اول حاجه خالص بيكون عندي هنا المنيو براوزر او البيج ار اللي انت شايفها دي. عندي هنا نيو بقدر افتح ملف جديد، عندي هنا الاوبن بفتح ملف كنت شغال عليه قبل كده، عندي السيف، عندي السيف از، عندي الاكسبورت ممكن اصدر الملف بتاعي سي مثلا لبرنامج زي برنامج النابس وركس بصيغه ال ان دبليو سي، دي حاجات كنت لها كتيره. عندي بعد كده السويت ورك فلوز، دي كلها حاجات كتيره موجوده معايا مش عايزين نخش فيها دلوقتي. تمام، بعد كده يا باشمهندسين بيكون عندي الجزء بتاع الاوبشنز. طبعا عندي هنا الريسنت دوكيمنت، الملفات اللي انت كنت فاتحها قبل كده ظاهره قدام حضرتك. طب ماشي، تاني هيات عندك هنا الجزء بتاع الاوبشنز ده بقى فيه ايه؟ ده اهم حاجه بقى بالنسبه لي انا، ممكن بقى اقدر اتحكم في المشروع كامل في الجزء بتاع الجنرال او الاوبشن اللي قدام حضرتك. عندي في الجنرال مثلا لما تيجي تفتحها بيكون عندي هنا النوتيفيكيشنز، بيكون عندي حاجتين، حاجه اسمها السيف ريمايندر انترفال او حاجه اسمها سينكرونايز وذ سنترال ريمايندر انترفال. ايه بقى الكلام ده يا باشمهندسين؟ والله يا عم دلوقتي السيف ريمايندر انترفال دي بالظبط زي الاوتوماتيك سيف في برنامج زي برنامج الاوتوكاد، اللي هو دلوقتي حضرتك لو انت شغال على البرنامج ومش عايز مثلا انت بتكون شغال على البرنامج والكهرباء تقطع تبوظ لك الشغل، لا فحضرتك مثلا بتيجي مثلا تظبط ديوريشن معينه، اللي هو كمان البرنامج مش بيسيف اوتوماتيك لوحده، لانك لو شغال على منشأ كبير على سبيل المثال وتقيل على جهازك او على تقيل مثلا على برنامج الريفت، فانت لو كل شويه مثلا عمال يسيف من غير ما ياخد اذن من حضرتك فانت كده ربنا معاك بقى كده البرنامج هيفصل منك وانت شغال. طب ماشي، فهو انت حضرتك هنا بتيجي تقول له لو سمحت اعمل لي حاجه اسمها السيف ريمايندر انترفال، اللي هو حضرتك هتعمل لي ريمايند، هتذكرني كل شويه يا باشمهندس انك دلوقتي انت كنت مظبط ان انت ان انا هفكرك كل مثلا مده زمنيه معينه سي مثلا نص ساعه او ساعه او ربع ساعه هتسيب الملف ولا مش هتسيب لك الملف. بعد كده بعد ما بتخلص دي عندك هنا حاجه تانيه اسمها سينكرونايز، اللي هو مثلا لو انت مثلا شغال مثلا في اكتر مثلا من حاجه او مثلا يعني في اكتر من حد داخل معاك في المشروع بتاعك، فانت لو عايز مثلا تعمل مزامنه عن طريق انك تعمل مزامنه وتذكر الناس اللي داخلين معاك في السينكرونايزيشن بتاعتك، بتظبطها برده من حاجه زي دي عن طريق برده السيف ريمايندر انترفال عن طريق السينك او السينكرونايزيشن. بعد كده اللي هو اليوزر نيم لو انت مثلا الاكونت بتاعك بتدخله هنا. بعد كده في الجزء اللي تحت هنا عندك في البيو اوبشن ممكن نتكلم فيها عن طريق السبلاين، انت بتشغل بقى ايه دلوقتي، اركتكتشرال استراكشر ميكانيكال الكتريكال بلامنج كوردينيشن، الحاجات دي هنتكلم فيها ان شاء الله لما نبدا نتكلم على التشيك انترفيرنس على برنامج الريفت. بعد كده عندي هنا اليوزر انترفيس واجهه المستخدم الرئيسيه، بيقول لي دلوقتي انت عايز بقى في الكونفيج السيم بتاعك او السيم اللي هو الحاجات اللي فوق دي عايزها لايت ولا دارك. عندك اللايت مثلا ممكن كده بقى شكلها اللي فوق ده، عايزها دارك براحتك مش فارقه معايا اي حاجه. بعد كده عندي الكيبورد شورت كات. ايه بقى مثلا الكيبورد شورت كات؟ هو مثلا البرنامج الريفت فيه كوماند بار زي اللي كان موجود في برنامج زي برنامج الاوتوكاد؟ طب ماشي، واحده واحده كده نتكلم فيها مع بعض. والله يا باشمهندسين برنامج الريفت فيه شورت كات، بس الكوماند بار بتاعه مش موجود. يعني ايه كوماند بار اصلا يا هندسه؟ والله يا هندسه دلوقتي احنا كنا عشان نسهل الشغل بتاعنا في برنامج زي برنامج الاوتوكاد فكنت مثلا ابقى عارف ان مثلا امر لاين عشان ترسم لاين الاختصار بتاعه من الكيبورد ال اكس ريف مثلا اكس ار ستريتش مثلا على سبيل المثال اس، الحاجات دي كلها ببقى عارف الاختصارات بتاعتها، هي بالظبط اللي موجوده في برنامج زي برنامج الريفت. بس يا هندسه معلش الحاجات دي مش موجود لها في كوماند بار. طب ما يعني طب هي بتمشي ازاي؟ والله يا هندسه كل امر موجود معاك هنا بيتكون من حرفين، يعني على سبيل المثال امر موديفاي ام دي سي مثلا دلوقتي امر كولم، ادي امر كولم حلو الكلام يا هندسه،
امري كولم مثلا، استراكشرال كولم سي ال، هو مش حاطط لك الاختصار بتاعه حرفين مثلا، مش من حبا فيه او مثلا مش عايز يتعبك، لا، هو ان كلمه كولم الاختصار بتاعها سي، ولما تيجي تضغط ال فده معناه انك عملت كونفرميشن او تاكيد ان حضرتك عايز كولم. يعني دلوقتي مش انت كنت في برنامج زي برنامج الاوتوكاد بتضغط ال وانتر او ال ومسطره؟ مظبوط. لا، انت بقى هنا في برنامج الريبت جاست انك ضغطت سي ال، السي ال ال دي ال ال بالنسبه لك هتبقى عباره عن الانتر او المسطره، يعني السي هو الامر اللي انت عايز تعمله، وال ال اللي هو الكونفيجريشن بتاع الامر بتاع الاستراكشر الكولم. طب ماشي، ايه بقى الحاجات اللي عندي؟ كان عندنا حاجه في الكاد في الاكسبريس تولز انك كنت بتعمل حاجه اسمها الياس كوماندز، اللي هو انت حضرتك كنت بتخش مثلا في برنامج زي برنامج الاوتوكاد تقدر تعدل الاوامر بتاعتك. يعني مثلا امر كوبي كان اختصاره مثلا في الكيبورد هناك في الاوتوكاد وفي الريفت سي او او سي بي، لا يا عم انا مش عايز كده، انا ايدي سريعه عايز اسرع ايدي، فانا بحول السي او او السي بي الخاصه ببرنامج زي برنامج الاوتوكاد كقطاع او كوبي كموديفاينج تول، لا بخليها مثلا سي انتر او سي مسطره بس. دي بالظبط انا بقدر اعملها هنا، ممكن اجي هنا ببساطه خالص بحدد العمود بتاعي وسي مثلا بدخل اي اسم انا عايزه، خليه مثلا سي، وبعد كده بقول له الساين فبغيره. مش بس كده، ده انا ممكن مثلا بعد ما اغير التعديله دي خالص ممكن اقول له مثلا اعمل لي امبورت، الحاجات دي كلها انا مش عايزها. انا مثلا كنت مسيف كيبورد شورت كاتس ليا على برنامج الريفت، انا مثلا كشركه مثلا الشركه مثلا شغاله بالبي اي ام، لا يا عم انا خلاص انا عايز اخلي الشركه بتاعتي كلها تشتغل بنفس الكيبورد شورت كات، لان احنا مثلا بنيجي مثلا في شركات ممكن مثلا تلاقي مثلا واحد زي ايمن شغال مثلا الامر مثلا زي امر كوبي سي وانتر على سبيل المثال في الكات، يجي مثلا واحد مثلا مكاني على الورك ستيشن او الكمبيوتر اللي موجود في الشركه يجي مثلا يكتب امر سي او ما يعملش اي حاجه، فيبقى كده فيها مشكله بالنسبه لايمن، لايمن هو اللي بوظ الحاجه مع انه ما بوظهاش، هو كان عاملها عشان تلائمه هو او تناسبه. فدي مثلا في كل شركه ممكن مثلا تعمل امر مثلا زي امر امبورت، انا ليا شورت كاتس موجوده عندي فببدا استوردها بحطها عندي في برنامج الريف، دي اللي انا استخدمها في الشركه بتاعتي. وممكن في نفس الوقت ممكن اعمل اكسبورت للاوامر اللي عندي دي في ملف محترم بره كده في الديسك توب، هاخده مثلا على سوفت مثلا كوبي احطه مثلا في اي جهاز تاني، دي ببساطه خالص. طب ماشي، انا بس اقول له شكرا انا مش عايز دي في اي حاجه. بعد كده الدبل كليك اوبشنز، ممكن مثلا يعني جاست انك تضغط دبل كليك على اي حاجه تبدا بقى تشوف الاوبشنز بتاعتها عن طريق الفاميلي. يعني انا مثلا واحد من الناس لو ضغطت دبل كليك على قطاع عمود بيفتح لي الفاميلي بتاعته. طبعا دي حاجات انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، هنبدا نشوفها ان شاء الله مع بعض، سواء مثلا انت عايز تكاري فاميلي على برنامج الريفت هنشوفها مثلا لما تيجي مثلا يكون عندك شيت او لوحه لو ضغطت دبل كليك شمال في قلب اللوحه دي تقدر تعمل فيها ايه بالظبط، تكبرها تصغر السكيل الحاجات دي كلها. بعد كده اللي انا ممكن مثلا اتكلم فيه مع حضراتكم خاصه بينا احنا مثلا كمهندسين مدني، طبعا دي الانناون فيديو كارد، ممكن ان شاء الله لما نبدا نشتغل في الجزء بتاع الشوب دروينج وازاي بنطلع التسليح بتاعنا ممكن نبقى نتكلم فيها باستفاضه. عندي بعد كده الجزء بتاع الجرافيكس مود، اللي انا بالنسبه لي اللي انا ممكن اتكلم فيه في الجرافيكس مود، عندك هنا الباك جراوند هنا مثلا لونها مثلا ابيض، ممكن مثلا اخليها مثلا لونها اسود على سبيل المثال اهوت، تمام، ممكن بس اقول له اوكي دلوقتي فبيبدا خلالي كلها اسود. طبعا انا واحد من الناس مش بحب اللون ده خالص ببساطه، يعني كده عادي طبعا دي تبقى ميول مش اكتر. اقول له مثلا دلوقتي يوزر انترفيس سوري الجرافيكس خليها يا عم كما كانت لونها مثلا ابيض، في ناس ممكن مثلا تخليها باللون الاحمر اخضر، بس انا واحد من الناس متعود مثلا عليها في برنامج زي برنامج الريفت انها بتبقى لونها ابيض، في ناس مثلا بتحب انها مثلا على برنامج الكات خليها لون اسود او اي لون تاني، ده از يو لايك يعني. بعد كده بيكون عندي الكالرز سيليكشن والبري سيليكشن والالرت، اللي هو انت مثلا لما تيجي تعمل سيليكشن او ديترمينيشن او تحديد على اي عنصر عندك ده بيكون اللون بتاعه، اللي هو اللون اللي قدام حضرتك عايز تغيره غيره. حاجه كمان في الالوان، في الالوان لو انت عايز تبقى ادفانسد مثلا في السيليكشن او في الالوان لاي برنامج شغال بالجزء بتاع الجرافيكس بيكون عندك ثلاث حاجات، سوري حاجتين، الحاجتين دول بيتقسموا لثلاث حاجات. عندك حاجه اسمها الار جي بي اللي هو الريد والجرين والبلو، دي الالوان اللي انت بتقدر تعدل فيها عشان تناسب عينك. احنا من الاخر بنيجي نقسم الالوان بشكل عام اللي ربنا خلق لنا عيننا عشان تقدر تشوفها بشكل كويس لحاجتين، حاجه اسمها السي ام واي كي وحاجه اسمها الار جي بي. السي ام واي كي دي احنا بنستخدمها مثلا عشان في اوامر الطباعه، لو مثلا هتطبع مثلا حاجه عينك تشوفها على ورقه او على بانر او على فليكس، الحاجات دي كلها دي حاجه اسمها السي ام واي كي اللي هم لون السيان اللبني والماجنتا
والواي اللي هو اليلو الاصفر، والكي اللي هو اللون البلاك، ممكن نبقى نتكلم فيها مثلا في وقت تاني. اما الالوان اللي انت عينك اللي ربنا خلقها لك تقدر تميز بها الالوان على اي سوفت وير او على اي صوره موجوده على سمارت فون او على اي كمبيوتر او على اي ويب سايت، حاجه اسمها الار جي بي، اللي هم الريد الجرين البلو، اللي هم الاحمر والاخضر والبلو. كل لون من ده الهندسه بيتكون من 255 درجه، كل لون من ده فيه 255 درجه، يعني 255 في الاحمر، 255 في الاخضر، 255 في البلو الازرق، اللي هو حضرتك لو انت زودت درجه وقللت درجه بيختار لك في باليت الالوان لون تاني. زي ما حضرتك شايف كده، بص كده معايا في الجزء ده، زي مثلا اللون ده، قال لك اللون ده مثلا اللون البلو طاغي عليه، بس هو واخد برضو درجه من اللون الاخضر، واخد درجه مثلا من اللون الاحمر، يعني مثلا دول الاحمر دول الاخضر واخد درجه منه. طب مثلا تيجي نخش كده في منطقه الاخضر، تلاقي مثلا في اللون الاخضر، مثلا ده اللون الاحمر، مثلا تعالى كده في اللون الاخضر شويه، اللون الاخضر دلوقتي ده 170، تفهمني؟ كل حاجه من دي بيبقى اللون بيطغى عليه. ده ببساطه الجزء بتاع الريد والجرين والبلو. عندك حاجه تانية اسمها الهيو والساتوريشن واللومينانس، اللي هي الهيو اللي هي درجه السطوع بتاعت الالوان في الشغل بتاعك. عندك الساتوريشن هي درجه تشبع الالوان، اللومينانس اللي هي درجه الاضاءه والاناره في المشروع بتاعك، وده هنشوفه مع بعض لما نيجي نعمل ريندر او تراي ريس في برنامج الريد. طب تمام، انا مش عايز اكتر من كده. بعد كده عندي الفايل لوكيشن اللي اتكلمنا فيها، ممكن كمان تعدل في الباث بتاع اليوزر فايل بتاعتك، ممكن مثلا تقول له مثلا سايب لي مثلا في مكان معين، الفاميليز مثلا بتاعتي في مكان معين، اللي هو مثلا الروت بتاع الكلاود بتاعتك هتبقى مثلا في مكان معين. الريندر والحاجات دي كلها ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين لما نبدا بس نعمل موديل ولا اي حاجه. بعد كده عندي في التشيك سبيلنج، لو انت مثلا بتكتب كلام كتير على برنامج الريفت وعايز مثلا تبدا تشوف السبيلنج بتاعه صح ولا غلط، بتحدد طبعا انت عايز تعمل ايه بالظبط الحاجات دي كلها. وطبعا ممكن تخش برده من المين ديكشنري او المين ديكشنري اللي هو الخاص القاموس الخاص بالريفت. طبعا انا شغال مثلا بالامريكان ديكشنري، ممكن تختار اي قاموس تاني. انا مثلا بتكلم مثلا الماني كويس، دويتش كويس، بتكلم مثلا بريتش مثلا الانجليش، مثلا انجليزي كويس مش امريكان، براحتك. دي كل حاجات يعني مسميات عاديه. بعد كده الستيرنج ويل والفيو كيوب او النافيجيشن كيوب والحاجات دي هنشوفها مع بعض خلال الجزء بتاع لما نتكلم في الورك بلان. لحد كده انا شايف ان انا تقريبا يعني غطيت الحاجات اللي احنا كان ممكن نستخدمها احنا كمهندسين مدني، مش اكتر يعني. طب ماشي، خش بقى معايا كده في الكويك اكسس تول بار. احنا ممكن بس نخلي دي كده تحت عشان اعرف اشوف مع حضراتكم. ماشي كده كويس قوي. عندنا بقى في الجزء بتاع الكويك اكسس تول بار ايه بقى اللي موجود فيه؟ مبدئيا لو الكويك اكسس تول بار ده مضايقك مكانه، ممكن تخش من الجزء ده اعمل له بس هنا، قول لو سمحت اعمل لي شو بيلو ذا ريبون. ده مثلا بنسميه حاجه اسمها الريبون ده، تمام؟ لو انا عايز اخلي الكويك اكسس تول بار ينزل تحت بنزله تحت. طب انا عايز اطلعه فوق تاني، ببساطه خالص لو سمحت اعملوا لي شو اباف ذا ريبون طلع معايا فوق تاني. طب ماشي، ايه بقى الكويك اكسس تول بار؟ والله يا عم الكويك اكسس تول بار ده بدل ما حضرتك تخش تلعب في حاجات كتير قوي من هنا، لا انت ممكن تخش تجيب الحاجه اللي انت عايزها من هنا. ده مش بس كده، لو حضرتك بس انت كده كليك كلمين على اي حاجه انت عايز تضيفها، ممكن تقول له اد تو كويك اكسس تول بار، ممكن تضيفها معاك فوق. يعني مثلا دلوقتي انا واحد من الناس بستخدم مثلا الكفر او الخلوص الخرساني او الكومبوننت كتير في المشاريع، كليك كلمين اد تو كويك اكسس تول بار انضافت معايا هنا. طب تمام، طب تمام قوي. تعالى بس واحده واحده كده نفهم اللي موجود هنا ونفهم ازاي بنتحكم فيه اصلا. طب ماشي، عندنا النيو ثوره ملف، الاوبن، السيف، الكومبوننت، سوري السنكرونيزيشن، حلو الكلام، هنتكلم برده فيها بعدين لما نبدا نعمل الكوليبريشن على برنامج زي برنامج ريفت. عندي برده هنا الاندو والريدو، عندي هنا الجزء بتاع الديستانس اللي هو بتقيس حاجه ما بين حاجه، بس دي مش امر من اوامر الدايمنشن، عشان الدايمنشن على برنامج الريفت اللي هو حضرتك بتقيس مسافه وبتفضل موجوده معاك مش اكتر. يعني مثلا دلوقتي مثلا عندي مسافه ما بين عمود وعمود، بجيب المسافه بين العمود والعمود وبتفضل ثابته، لا الميجر دي بشوف بس مسافه من هنا وما بين هنا. عندي بقى الجزء بتاع الالاين دايمنشنز، دي بقى البرمننت دايمنشن، المسافه الفعليه اللي بتثبت معايا في المشروع. بعد كده عندي الجزء بتاع سوري، عندي هنا الجزء بتاع الكاتيجوري او الكاتيجوري، لو انا مثلا عايز ابدا احط مثلا لوحه محاور واعمده هنشوفها مع بعض دلوقتي. عندي مثلا لوحه محاور واعمده في المشروع بتاعي، عايز مثلا ابدا اطلع لوحه المحاور العامده، ده مثلا عين واحد عمود 31 في 70، ده عمود 32 في 80، الحاجات دي كلها جاست كليك شمال عليها بقدر احددها. هنشوفها برده بعد كده في قائمه انوتيت، هنشوفها برده مع بعض من قائمه التاج.
بعد كده عندي الجزء بتاع التكست ازاي بكتب في برنامج الريفت، عندي هنا الجزء بتاع 3 دي، عندي الدايمنشن سوري عندي السكاشن القطاع، عايز اسالك سكشن في حاجه ودي من افضل الحاجات اللي بيميزها لنا برنامج الريفت. عندي هنا الامر بتاع التين لاين زي بالظبط السيك لاين اللي او زي بالظبط التخانات اللي بتبقى موجوده في برنامج زي برنامج الاوتوكاد، هنشوف برضو مع بعض. عندي بعد كده كلوز هيدن ويندوز، لو انت مثلا فاتح اكتر من ملف تحت الملفات دي وعايز تخفيها، عندي هنا كمان الجزء بتاع السويتش ويندوز لو انت عايز تتنقل ما بين الملفات بتاعتك. دي ببساطه خالص الجزء اللي تحت ده اللي هو بتاع الكويك اكسس تول بار. تعالى مثلا نشوف مثلا عندنا ايه هنا، الحاجات دي مثلا لو عايز تخفيها او تظهرها ممكن تعمل حاجه اسمها كاستمايز كويك اكسس تول بار. انا مثلا واحد من الناس مش عايز مثلا النيو تبقى موجوده، فانا ممكن مثلا اشيلها عن طريق الريموف. عايز مثلا تبقى نيو اخر حاجه، ممكن مثلا اعمل له مثلا موف داون انزلها تحت، زي مثلا الاوبن اخليها موف اب اطلعها فوق. دي كلها طبعا حاجات انا ممكن اعملها، انا بس ممكن دلوقتي اقفل دي خلاص مش عايزها، هقفل بس الحاجات دي، هفتح بس مشروع اللي هو الشيت اللي قدام حضراتكم ده عشان ابدا اشرح عليه الحاجات اللي موجوده بالفعل معانا خلال المشاريع او خلال المشروع اللي افتحه دلوقتي. لان بس عايز اوصل لحضراتكم ان برنامج الريفت مش برنامج صعب ولا اي حاجه، برنامج الريفت ده لما تيجي تتعلم عليه او تشتغل بيه هو بالظبط عامل زي المكعبات، وهو كمان مش برنامج كتير ولا حاجه، وانا بس عشان بس فاتح اكتر من حاجه او عندي برامج كتيره بس شويه، فيمكن يكون الموديل بيفتح بدقائق بسيطه يعني. فالمهم يعني بس ده المشروع بتاعنا او المشروع بتاعنا اللي هنشرح عليه. تمام يا باشمهندسين، ايه بقى اللي موجود معانا بقى؟ انا دلوقتي خلاص خلصت الجزء بتاع الكويك اكسس تول بار، عندي هنا كمان اسم الملف بتاعي انا كنت مسميه مثلا شيت على سبيل المثال، عندي بعد كده السيرش والحاجات اللي اتكلمنا فيها. ايه بقى اللي موجود معايا تحت هندسه؟ انت عندك هنا في المنيو بار حاجات كتير قوي كده يا باشمهندسين، عندي هنا ماسنج سايت وكولبريت وفيو. ايه يا هندسه الكلام الكتير ده؟ ده بقى هندسه عصب البرنامج. لو انت فهمت الحاجات اللي موجوده فيها لما نيجي نطبق بعدين على المشاريع بعدين، خلاص بالنسبه لك الدنيا بقت اتس اوكي، بالنسبه لك ايزي يعني. طب ماشي واحده واحده كده وفهمني. اللي موجود عندي ده بس احنا بنسميه المنيو بار او شريط التبات او شريط التبوبات او شريط القوائم، سميه باي اسم انت عايزه، وانا بجيب لك كل المسميات اللي هتلاقيها في السوق، اختار من اللي انت عايزه. حلو الكلام. عندك هنا في تاب ستراكشر، عندك هنا اي تاب حضرتك بتفتحها بتتقسم لبانل. البانل دي هندسه، دي البانلز اللي موجوده دي محطوطه في حاجه اسمها الريبون او الداتا، ده الناس اسمه الريبون او الداتا. حلو الكلام. كل بقى يا هندسه ريبون من ده طبعا زي ما قلت حضرتك بتتكون من بانل. عندي هنا بانل سيلكت، بما انك خلاص وقفت دلوقتي في الجزء بتاع الاستراكشر، عندك هنا الجزء الخاص بيك انت كمهندس مدني، عندك هنا بقى الجزء بتاع بانل استراكشر، بانل فاونديشن، بانل رينفورسمنت، بانل موديل، بانل اوبننج، بانل ديتوم، بانل ورك بلان. عندك هنا في الجزء بتاع الاستراكشر عندك هنا تقدر كمهندس مدني تضيف كاميرا، سواء بقى كاميرا خرسانه، كاميرا ستيل، ايا كان المسمى بتاعها او ايا كان النوع بتاعها. عندك تقدر تضيف فول هايت، تضيف مثلا قطاع عمود، فلور، بلاطه، تراس، ترصات، شغل بقى الناس اللي بتحب الستيل اللي انا واحد منهم اصلا يعني. عندك الجزء بتاع البريسنج اللي هو تقدر تضيف مثلا الجزء بتاع البريسنج سواء بقى هورزونتال بريسنج او فيرتيكال بريسنج، الحاجات دي كلها. تقدر تضيف البيم سيستم اللي هو الهولو بلوك يا باشمهندسين، او الجزء بتاع الوافل سلاب او الجوست سلاب، الحاجات دي كلها ممكن نتكلم فيها برضه مع بعض. عندك هنا في البانل بتاعت الفاونديشن اقدر اضيف مثلا ايزوليتد فوتنج، قواعد منفصله. ممكن كمان اضيف من الجزء ده الجزء الخاص بالخوازيق، ممكن اكريت فاميلي عن طريق ان انا احط خوازيق اصلا في الايزوليتد فوتنج. ممكن دي برضه اللي بنعملها مع بعض. عندك هنا الوولز الحوائط بتاعتك، سواء بقى انت عندك ريتيننج وول، عندك مثلا بيرنج وولز حوائط مثلا سند، حوائط حامله، الحاجات دي كلها ممكن نتكلم برضه فيها لما يجي وقتها عشان تشوفها بعينك افضل بدل ما اتكلم فيها. عندي كمان الجزء بتاع السلابه. طب هندسه ثانيه واحده، ايه الفرق ما بين البلاطه هنا والفلور؟ ما هما الاثنين، فلور يعني بلاطه وسلاب يعني بلاطه، ايه الفرق ما بينهم؟ والله يا باشمهندسين من خلال البانل بتاعتها، دي موجوده في بانل بتاعت الفاونديشن، اما دي بانل بتاعت الاستراكشر. احنا بس دلوقتي عايزين نقسم المنشاه بتاعنا لحاجتين. المنشات هندسه بتاعتنا بتبقى عباره عن حاجتين، حاجه اسمها السب استراكشر وحاجه اسمها السوبر استراكشر، اللي هو المنشأ بتاعك اللي تحت منسوب الصفر على سبيل المثال او تحت الارض، ده احنا بنسميه سب ستراكشر، اللي هو بيكون خاص بقى بالفاونديشنز، خاص مثلا بالسملات، خاص مثلا بالخوازيق، الحاجات دي كلها احنا بنسميه سب ستراكشر. اما الحاجات اللي تبقى فوق بقى الارض والحاجات دي كلها، قطاعات اعمده، بلاطات، الحاجات دي كلها، فاحنا بنسميها او بنحطها تحت كاتيجوري اسمه سوبر ستراكشر. فانا مثلا دلوقتي الاستراكشر ده بالنسبه لي هيكون بيعبر عن الجزء بتاع السوبر. بس خلي بالك انا عندي هنا حاجه اسمها البيم، الكاميرات دي يا باشمهندس
انا بقدر ارسم السيميلات، السيميلات انا مثلا برسمها برضو بامر بي، يعني مثلا ما حدش يجي لي يقول لي يا باشمهندس دلوقتي ما انت كده بتقول دلوقتي ان السوبر استراكشر هترسمه مثلا بامر بي، طب مثلا عندي مثلا سميل او ميدا على سبيل المثال، ما انا هرسمه بامر ايه يعني؟ ما فيش هنا برضو ميدا ولا في سميل ولا في بي. اللي انا عايز اوصله لك ان برضو في حاجات هنا تقدر تستخدمها هنا، بس انا برضو عايز اوصل لك من الاخر يعني ان فلور دي ببساطه خالص بنستخدمها عشان نرسم البلاطات اللي فوق، اما لو عايز ترسم لبشه هترسمها عن طريق السلاب. لو انت مش فاهم اي حاجه خالص، برنامج ريفيت بيديك انديكيشن، اقف بس كده شويه كده كليك شويه من غير ما تتك كليك شمال، هو بيجي يشرح لك. انا ما اعرفش اي حاجه خالص، قول لي يا عم دلوقتي فلور استراكشرال، الشورت كات بتاعها من الكيبورد اس سي ال، كيف تعمل كرييت استراكشرال فلور سلاب فور ذا كارنت ليفل اوف ذا بيلدينج مود تو الاين ذا فلور وذ اكزيستنج وولز، يعني دي بتخلق حائط، سوري بتخلق بلاطه فوق الحوائط او فوق القطاعات العامله. عشان بس ما اتكلمش انجلش كتير عشان الناس بس ما تزهقش مني، فخلاص كده يعني ابقى راضي، دي تبقى معروفه انها فوق. طب ماشي، البلاطه السلاب اقف عليها شويه، انت جاست انك ببصيت ليها هتلاقي اصلا تحت الحائط مش اباف ذا وول. حلو الكلام يا باشمهندسين؟ حتى بقول لك يا عم دلوقتي هات دي ادز ذا فاونديشن سلاب تو ذا بيلدينج موديل، فدي بتبقى فوق، سوري بتبقى تحت. دي ببساطه خالص. عندي بقى في الجزء بتاع الرينفورسمنت يبقى فيه ست حاجات. عندك هنا الجزء بتاع الريبار، لو انت عايز تعمل تسليح، تسليح لكاميرا او لقطاع عمود، او بمعنى صح لو انت عندك حاجه ياخد فيها سيكشن او كول اوت، هنفهم يعني ايه سيكشن او كول اوت بعدين. لو عايز تعمل فيها تسليح بتعملها عن طريق الريبار. اما عندك الجزء بتاع الاريا لو انت عايز مثلا تعمل تسليح لبلاط او للبشه من خلال حاجه زي دي. عندك كمان الباث لو انت عايز تبدا تعمل تحط بقى التسليح الحديد الاضافي العلوي او السفلي في بلاطه عن طريق الباث. عندك كمان الفابريك اريا والفابريك شيت، دي احنا بنستخدمها لما بتبدا تعمل تسليح للمشات او الشيلز او للتقسيمات بتاعتك في البلاطه بتاعتك. عندي بعد كده الجزء بتاع الكفر لو انت عايز تبدا تحط بقى الخلوص الخرساني للمنشا بتاعك او للعناصر الانشاء، للعناصر الانشاء اللي في المشروع بتاعك. سي مثلا انا واخد مثلا الخلوص او الكفر الخرساني بتاعي في البلاطات 2.5 سم 2 سم، الاعمده مثلا 3 سم، الاساسات اللبشه مثلا على سبيل المثال باخدها ب 7 سم عشان مثلا بيكون عندي مياه جوفيه على سبيل المثال يعني، او التربه بتاعتي مشبعه بقدر معين بالرطوبه فيها مثلا ميوستشر معينه، فالحاجات دي كلها انا بخاف منها، فعشان كده بقدر احط برضو الكفر بتاعي في المنشا بتاعي. عندي كمان الجزء بتاع الموديل في الكومبوننت، في الموديل تكست، في الموديل لاين، الحاجات دي ممكن نتكلم برضو فيها لوحدها بعدين. عندي كمان الجزء بتاع الشافت اوبننج او الاوبننج الفتحات، ممكن مثلا اعمل فتحه في كاميرا او في قطاع عمود. انا واحد من الناس لما كنت لسه يعني لسه شغال في تصميم الانشائي في بدايتي خالص، كنت بشيل مثلا شغلي بالكود الامريكي، فانا اصلا انا شغال كود امريكي، بس عمري مثلا ما فهمت خالص ان انا مثلا اقدر اعمل فتحه في كاميرا او في قطاع العمود، مع ان الكود الامريكي مثلا بيقول لي ان انا مسموح لي اعمل مثلا الفتحه في قطاع العمود بس ما تزيدش عن 4% من مساحه المجسم الخرساني. يعني مثلا دلوقتي لو انا مثلا عايز اعمل فتحه في قطاع العمود او في قطاع كاميرا زي اللي عند حضرتك دي، سي مثلا مثال دي كاميرا مثلا زي دي، اعمل يا باشا اللي انت عايزه خالص ما فيش اي مشاكل، بس لو سمحت وانت بتعمل كاميرا لازم توفي الاشتراطات. هي للاسف مش موجوده في الاي سي بي 203، مش موجوده مثلا في الكود المصري، بس هي موجوده في الاي سي اي 318 من اول سنه 2008 لحد سنه 2019 اللي هي الكود الامريكي، وموجوده برده في البي اس 8110 الكود البريطاني، وموجوده كمان في لي ان او في السي اس اي الكود الاوروبي والكود الكندي، الحاجات دي كلها موجوده، بس للاسف احنا في مصر لسه ما سرقناهاش منهم يعني ببساطه خالص يعني. فتمام مش مشكله، انا بقى لو عايز اعمل فتحه مثلا في كاميرا ببساطه خالص او في قطاع عمود، باجي من البانل بتاعه الاوبننج واقول له لو سمحت اعمل لي حاجه اسمها بالباي فيس، ببدا اقطع يعني حتى كمان الانديكيشن ده بيبين اهو، بقدر اقطع في الاليمنت الانشائي اللي عندي ببساطه خالص. الشافت اوبننج طبعا دي الغنيه عن التعريف، زي مثلا عندي مثلا منور سكني او منور خدمي بعمل مثلا فتحه مره واحده في كامل المنشا. الوول بقدر برضو اعمل فتحه برضو في حائط، الفيرتيكال بقدر اعمل فتحه بشكل راسي، الدورمر دي بتبقى خاصه بالجماعه المعماريين وبرضو فينا احنا كانشين برضو لما بنيجي نعمل مثلا فتحه في بلاطه مايله احيانا برضو بنعملها برضو بالجزء بتاع الدورمر، ممكن برضو نتكلم فيها عشان تفهمها بشكل اوضح. بعد كده البانل بتاعت الداتا بيكون عندك هنا الليفل المناسيب بتاعتك وعندي هنا الجريد. طالما بقى دخلنا او وصلنا للجزئيه دي تعالى بس نتكلم كده في حاجه بسيطه مع بعض. باشمهندس هو انت لما بيجي لك قطعه ارض بتعمل فيها ايه؟ والله يا باشمهندس انا بيبقى في عندي حاجه اسمها اللايف سايكل بتاعت المشروع او الجورني اوف ذا بروجكت.
اللي هو انا مثلا باخد اللوحه بتاعتي من المعماري، بعد كده انا دلوقتي بتكلم على معماري وهقف اللوحه عندي لحد انا كانشائي، مش هكمل بعد كده بقى في مهندسين الام اي بي او اي حاجه. انا دلوقتي يا عم انا شغال شغل بلدي، بعمل مثلا فيلا بسيطه ما فيهاش اي مشاكل، انا معماري وانشائي بس، انا ماليش دعوه بالناس تانية. فانا باخد دلوقتي مثلا اللوحه بتاعتي من المعماري وابدا اضيف الاستاتيكال سيستم بتاعي وببدا خلاص اصممها. بعد كده انا لما باجي اعمل الديزاين او الاخراج الستريمينج اكشن او التحليل الانشائي بتاعي بيتم بستيب بكذا ستيب معينه. اللي هو ازاي؟ اللي هو مثلا لما باجي اصمم اصلا كمهندس مدني او مهندس انشاءات المشروع بتاعي، بصممه من فوق وبنزل لتحت. ثانيه واحده كده. هو انت مثلا ازاي يعني؟ افرض عامل دلوقتي انا عندي بلاطه وكاميرا وقطاع عمود واساسات، الترانسميشن اوف لودز نقل الحمل بيروح من البلاطه للكاميرا ثم للعمود ثم للاساسات ثم للتربه نفسها. طبعا بيبقى في فاكتورز كتيره وفي نسب معينه، سي مثلا البلاطه تبقى الفا وبيتا وحاجات كتيره قوي كده مالناش دعوه دلوقتي، انا بس كده بتكلم في الكونسبت بشكل عام. طب ماشي يا باشمهندس، ايه بقى اللي عندي؟ انا عم دلوقتي لما باجي اصمم بصمم البلاطه الاول وبشوف الحمل النازل من البلاطه لقطاع الكاميرا، وبعد كده بصمم الجزء بتاع الكاميرا ثم بنزل على اشوف الحمل اللي نازل على قطاع العمود، ثم بصمم العمود ثم بنزل اشوف الحمل اللي رامي على قطاع الاساسات، وبعدين بصمم الاساسات بشوف بقى دي تبقى شيلو فاونديشن او ديب فاونديشن، ولو ديب فاونديشن مثلا تبقى بيرز ابار اسكندراني ولا قيسونات ولا تبقى عباره عن خوازيق رافت اوفر بايل ولا بايل كاب، ولو شالو فاونديشن بقى تبقى عباره عن ايزوليتد فوتينج ولا كومبايند فوتينج ولا ستراب ولا الحاجات دي قوي كده يعني. تمام؟ اللي انا عايز اوصل لك ان انا بصمم من فوق وبنزل لتحت. طب بقى مرحله التنفيذ، انا مرحله التنفيذ منتاليتي كده عمري ما اروح احط البلاطه الاول خرسانه وحديد وانزل اجيب الكاميرات، او مثلا عمري ما احط الاعمده وبعدين احط الاساسات. طبعا ده انلوجيك خالص. فانا الاول يا باشمهندسين ببدا احط الاساسات بتاعتي وبطلع. يعني انا التنفيذ او الاكسكيوشن او الامبلمنتيشن مرحله مضاده او عكسيه من التصميم. التصميم بيبدا من فوق بينزل لتحت، اما الاكسكيوشن او الامبلمنتيشن بيطلع من تحت لفوق. اللي انا بقى عايز اوصل لك من الاخر ان الريفت هو التنفيذ. تاني كده، الريفت هو التنفيذ. اللي هو انت عشان تطلع الشغل سهل وسلس في التعامل وما يتوهكش، كانك بالظبط بتنفذ منش. انا دلوقتي باجي احط الاساسات بتاعتي، بعد كده راقب الاعمده ستاب اون جريد، بعد كده الاعمده كاميرات بلاطات او اعمده كاميرات بلاطات لحد ما اخلص المنشأ بتاعي. ده الاصح. طب ماشي يا باشمهندس، ده الفكره بتاعتك. حلو الكلام ده بقى، بظبطه الاول من خلال حاجه اسمها الداتا. ده اللي انا عايز اوصله لك من الاخر. عندي بعد كده الجزء بتاع الورك بلان هنستخدمه برضو ان شاء الله خلال الفيديوهات اللي جايه. قبل ما اخش بقى في الحاجات اللي موجوده معانا هنا والحاجات الكتيره دي، فتعالى نتكلم شويه عشان دلوقتي بس ما يسرقناش. ممكن نتكلم دلوقتي بقى في الورك بلان والذراع اليمين والذراع الشمال، وبعد كده لو في وقت ممكن نبقى ندردش شويه مع بعض في باقي البانلز دي، وكده كده اصلا هنتكلم فيها بعدين لانها في حاجات مهمه جدا هنتكلم فيها ان شاء الله خلال المحاضرات اللي جايه. انا عامل دلوقتي عندي دراع اليمين ودراع الشمال. طب يا هندسه انا عندي دراع اليمين ودراع الشمال مش موجودين اصلا، انا من غير دراعات. تمام؟ طب ماشي، انا عايز اظهرهم، انا مش عارف اتحكم. بص يا هندسه، قدامك طريقتين. اول طريقه دلوقتي انا عايز اظهر مثلا دلوقتي الجزء بتاع البروبرتيز، كان هنا حاجه اسمها البروبرتيز وحاجه اسمها البروجكت براوزر. عايز اظهر مثلا البروبرتيز دي بظهرها ازاي؟ ببساطه خالص، من المنيو بار فيو يوزر انترفيس حبيبتنا يعني، اللي هو من البنا بتاعت ويندو جينا لها قبل كده. فاكرين الريسنت فايل؟ عندك هنا البروبرتيز، كليك شمال بس عليها ظهرت معايا هندسه اهي. طب معلش دي مخفيه معايا، مخفيه تاني انا مش عايزها من هنا اصلا. امال انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اظهرها من حاجه تانية، انا عايز بقى ابقى بروفيشنال. انا دلوقتي عايز اتكلم في الريفت، انا عايز الكورس معايا تخش امتحان سيرتيفايد بروفيشنال، لان عايز انا كده ابقى خلاص متمكن في البرنامج. طب ماشي، بتجيبها منين؟ عارف انت قائمه موديفاي دي تيبيكال بالظبط من برنامج زي برنامج الاوتوكاد، فيها بقى الالاين، فيها الموديفاي، الاوفسيت، الكوبي، الروتيت، الميرور. الميرور هنا عن طريق الاكسس او عن طريق خط الترسمه، التريم والاكس تريم والاكستند، سوري، الحاجات دي كلها. طب ماشي، سيبها دلوقتي لما نجي لها بعدين. عندنا الجزء بتاع البروبرتس بي من الكيبورد ظهرت معايا هندسه، او طبعا دي تاني طريقه، او تضغط من الكيبورد بي بي وهو اوتوماتيك هيظهرها. طب ماشي، انا عايز اظهر دلوقتي البروجكت براوزر. هو البروجكت براوزر مش موجود هنا بالمره اضيفه؟ لا للاسف مش موجود. طب ماشي، بضيفه منين؟ يبقى ارجع تاني بقى من فيو، ولو سمحت اظهر لي يا عم البروجكت براوزر. هندسه ظهرت معايا اهي كل حاجه تمام. طب ماشي، في طريقه تانية؟ طريقه تانية هندسه. ايه هي الطريقه التانية؟ كليك يمين كده
عندي هنا حاجه اسمها البراوزرز، بروجكت براوزر ظهرت معايا في يعني كده كل حاجه انت تتخيلها تلاقي ان شاء الله شرحها، يعني كل حاجه تبقى موجوده. طب تمام، بس انا واحد من الناس نفسي يعني مثلا اخلي البروجكت براوزر يبقى موجود حلو كده زي ما انت عامل، يعني في ناس لما تيجي تسطب البرنامج هتلاقيه تحت البروبرتيز، هتلاقيه تحتها كده. انا عايز اشوف كل حاجه، عايز ابقى متمكن. طب ماشي، يعني مثلا بتعملها بقى ازاي؟ بتسحبه كده وترميه هناك كده، تاني كده اهوت، تسحبه وترميه هناك كده. طب ثانيه واحده كده، انا حاططه كده، هو ده غلط؟ هو مش غلط، بس انت هتحرم نفسك من حاجات كتير. يعني ايه احرم نفسي من حاجات كتير؟ والله يا عم بيكون عندك في الورك بلان دي حاجه احنا بنسميها النافيجيشن بار والنافيجيشن كيوب، الحاجات دي مش موجوده معاك تمام، فانا عايز اظهرها. تظهرها منين؟ بص كده، هي تحتك هناك اهي، عشان تتاكد انك حاطط دي صح هنا تمام، لما تيجي توقف دي هنا لازم تلاقي النافيجيشن كيوب وعلامه الماكسمايز والمينمايز والاكزيت او الكلوز موجوده معاك هنا. طب ماشي، امسك دي بقى كده ارميها ورا كده، ظهرت معاك؟ اه ظهرت معايا، بس مش عايز اكتر من كده. ايه بقى اللي موجود معايا في الحاجتين دولت؟ هتكلم الاول على الجزء بتاع البروبرتس. بص يا مثلا، بما ان احنا مهندسين مدني فاحنا بنضطر طبعا ان احنا نبدا نشتغل على عناصر انشائيه، كمرات، بلاطات، اعمده، الحاجات دي كلها. فهو برنامج الريفت بيجي يقسم لك العناصر بتاعتك لاربع حاجات، افهمهم بقى معايا واحده واحده كده عشان دي هنمشي بقى بعدين. حاجه اسمها الكاتيجوري او الكاتيجوري على راي الالمان، على راي الامريكان تمام، وبيكون بيطلع من الكاتيجوري او الكاتيجوري حاجه اسمها الفاميلي، ومن الفاميلي بيطلع منها حاجه اسمها التايب، ومن الطيب بيطلع منها حاجه اسمها البروبرتيز او الانستانس بروبرتيز. انا ما فهمتش اي حاجه خالص. طب ما تيجي كده نوحد الدنيا كده ونوحد الله كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي عشان نبدا نفهم الدنيا ماشيه ازاي معاك. بص يعني بس ستيب باي ستيب خالص، وتعالى نفهم الدنيا ماشيه ازاي. والله يا عم دلوقتي على سبيل المثال قطاع العمود اللي انا محدده ده لما ربنا يسهله ويفتح يعني اهوت تمام يا باشمهندسين، فانا يا عم بعمل الاتي. انا هندسه دلوقتي بيكون عندي قطاعات الاعمده، عندي قطاعات اعمده، عايز ارسم قطاع عمود يا باشمهندس. فانا عشان ارسم قطاع العمود بيندرج تحت اربع حاجات: كاتيجوري، فاميلي، تايب، انستنس بروبرتيز. الكاتيجوري كقطاع عمود ده مثلا انا بقول له لو سمحت انا عايز ابدا اضيف قطاع عمود خرسانه، دي مثلا كلمه عمود خرسانه دي مثلا اسمها كاتيجوري او كاتيجوري. طب ماشي، كلمه فاميلي، والله الناس بتيجي تقول لنفسك بقى دلوقتي انا عايز ابدا ارسم قطاع عمود مستطيل ولا عمود دائري. كلمة عمود مستطيل أو دائري أو الريجلر شيب، عمود غير مختلف الانتظامية دي، مثلا كده أنت دخلت أو سبت مبدأ الكاتيجوري، دخلت في مبدأ اللي هو المبدأ اللي بعد كده اللي هو مبدأ الفاميلي. لأن أنا يا ناس دلوقتي ما عنديش مثلا قطاعات أعمدة مستطيلة في البرنامج، وأنت هنشوفها مع بعضنا إن شاء الله. أنا دلوقتي عندي مثلا سي قطاع عمود زي ده، عمود مثلا ريكتانجلر أو إم كونكريت ريكتانجلر كولم 30 في 70 اللي هو مثلا ده عمود مثلا مستطيل، بس عمود بس مستطيل، انا مثلا ما عنديش اعمده دائريه. فانا بخش في الفاميلي بتاعت اللي انا قلت لك من شويه على الديسك توب، ببدا اقول لو سمحت ضيف لي عمود مستطيل، سوري عمود دائري. فكده انا دخلت في الفاميلي. طب ماشي، ايه بقى اللي بعد كده؟ بعد الفاميلي حاجه اسمها التايب، نوع بقى. طب ماشي، هندسه هو انت العمود اللي انت هتضيفه المستطيل او الدائري قطره كام؟ طب ابعاده كام؟ خصائصه ايه؟ الماتيريال بتاعته نوعها ايه؟ سيبك بقى من الماتيريال بقى اللي هي الماتيريال، انا بتكلم دلوقتي على خصائص الماده نفسها اللي هي الخواص الميكانيكيه. شكله العمود نوع ايه؟ او شكله ايه مثلا؟ شكله مثلا عمود كونكريت كاستم ستيشن او كاستم بليس، الحاجات دي هنشوفها مع بعض. السيرفيس بتاعت العمود نفسها هتبقى مثلا وشه نظيف كده بالمنظر ده كده، ولا مثلا هيبقى وشه مثلا زي مثلا ده؟ الحاجات دي كلها انا بحددها. طب ماشي، طب الحاجات دي بقى هي ايه؟ دي بظبطها يا هندسه من حاجه اسمها الفاميلي من التايب. طب ماشي، قطاع العمود اللي حضرتك رسمه ده طالع من انهي منسوب وينتهي لانهي منسوب؟ فده بحددها مثلا من الانستنس بروبرتيز او الكونسترين بتاعت البروبرتيز. فدي مثلا ببساطه خالص اربع حاجات لازم تبقى انت فاهمها. طب ماشي يا هندسه، دي كده انا فهمت حضرتك عايز ايه. طب ماشي، ايه تاني يا هندسه معايا؟ ماشي، انا كده فهمت الاربع حاجات اللي موجوده مع الكاتيجوري والفاميلي والتايب والانستنس بروبرتيز. دي بقى الحاجات اللي بتبقى موجوده في التايب البروبرتي. البروبرتيز مثلا فيها الاربع حاجات اللي هتبقى موجوده او الحاجات اللي انت عايزها. طب ماشي، خش بقى معايا على ايدك اليمين كده اللي هو البروجكت براوزر. ده بقى مثلا تلاقي فيه بقى الاستراكشرال بلان، البلانات بتاعتك. في مثلا عندي انا مثلا لوحه المحاور والاعمده، هي يا عم دبل كليك شمال بيفتحها لي زي ما حضرتك شايف. بالمره طالما احنا فتحنا دي
فاكر لما جيت قلت لك عندك هنا حاجه اسمها ثين لاين شورت كات بتاعها من الكيبورد تي ال، كليك الشمال عليها كده شايف دي البين اساينمنت اللي انا بظبطها يا رجاله في برنامج زي برنامج الريفت، وبطلع لوحات انضف 100 مره من شغل الكاد، عشان بس في ناس بتقول لك يا عم البين اساينمنت في برنامج الريفت مش كويس ومش عارف اتحكم فيه، لا انا بقدر اتحكم في البين اساينمنت في الريفت بشكل خرافي، ومش بس الريفت ده في اي برنامج تاني من برامج المدعمه بتقنيه البي اي ام. سيبها دلوقتي لسه جاي وقتها. طب ماشي ادي يا عم الجزء بتاع اللي رحت المحاور اللي عملت ده البلان بتاعي. عندي مثلا كمان 3 دي فيو، طبعا هنا حاجات كتير قوي هنتكلم فيها مع بعض على مدار المحاضرات اللي جايه. عندنا كمان 3 دي فيو ممكن ابص عليه كده، ده 3 دي فيو هعلمك ازاي تتحكم فيه دلوقتي ان شاء الله. عندي بعد كده الاناليتيكال موديل، هو بقى هو يا باشا. فاكرين بقى ان اي عنصر انشاء انا رسمته، والله العناصر الانشاء كلها اللي انا رسمتها بنت معايا، البلاطه بنت معايا كانها كانها عباره عن اريا، عباره عن اريا بالظبط اللي تبقى موجوده على برنامج زي برنامج التابس او الساب او السيف او الروبت. عندي كمان قطاعات العامده عاملها لي كامر لاين خط. ده مش بس كده، فاكر لما كده قلت لك انك جاست انك حددته فبيظهر معاك الاناليتيكال موديل والاناليتيكال ادجاست، كليك الشمال عليها كده ومعلش هتاخد وقت اوري لك دلوقتي كده، انا مش هعدل فيها اهي بس مش هعدل فيها دلوقتي، بس لما نيجي مثلا نصدر المنشا بتاعنا نسيه مثلا لاي برنامج برامج تحليل انشاء اشرحها بالتفصيل. عندك هنا الاناليتيكال لينك اللي هو بقى المشاكل اللي بتواجهك لما تيجي مثلا تبدا تعمل الورننج او الفيريفيكيشن على برنامج زي برنامج الروبوت او برنامج زي برنامج الايتابس. طب تمام يا هندسه شكرا تسلم خالص، ده الجزء بتاع الاناليتيكال. عندي 3 دي يا باشمهندسين، بس ثانيه واحده هيكون في حاجه تحت كده هنتكلم فيها مع بعض ان شاء الله. امسك بس دي كده، دي هندسه الجزء بتاع الاناليتيكال الموديل عايز تخفيه، لو انت اخفيته ما بتظهرش معاك هنتكلم فيها بس على الجزء اللي تحت ده. ممكن نمسك بس دي كان طلعها فوق. تمام يا باشمهندسين دي هنتكلم فيها ان شاء الله خلال الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله والمحاضرات اللي جايه. المهم عندنا الاليفيشن، سي مثلا دلوقتي عاوزه مثلا يبص لي المنشا بتاعي سي مثلا من سايد فيو، سوري من الاليفيشن مظبوط او الاليفيشن او سايد فيو، عايز مثلا اشوف المناسيب بتاعتي عامله كام. طبعا في تدخل انا ممكن احله مثلا عن طريق الالبو، في البابل سايز، عندي مثلا الدراج، عندي ال 3 دي سنابنج، الحاجات دي كلها هنتكلم فيها بالتفصيل الممل. دي طبعا بتبص مثلا من اكتر من اتجاه، وعلمك دلوقتي هو اصلا حاطط لي يعني فصل المنشا بتعمل قوي من اي زاويه بناء عن ايه. عندي كمان السكاشن بتاعتي ممكن اقطع في اي سيكشن وابص عليه، طبعا انا اقطع لك في نص المنشا او في جزء معين للمنشا عشان بس يعني اظهر لك مثلا السلالم ولا اي حاجه، الحاجات دي كلها نتكلم فيها برضه بعدين. عندي كمان الجرافيك مثلا الكولم سكادول، لو انت عايز تعمل سكادول مثلا عن طريق مثلا قطاعات الاعمده هنشوف برضه مع بعض لما نبدا نعمل الجزء بتاع حصر الكميات عن طريق الجرافيك، الجرافيك الكولم سكادول. عندي كمان الجزء بتاع السكادول والكونتست يعني حصر الكميات الخاصه مثلا بالمنشا بتاعي زي ما حضرتك مثلا تشوف دلوقتي، كل ده طبعا مندرج تحت بند البروجكت براوزر. ممكن كمان اطلع شيتس لوحات كامله من برنامج زي برنامج الريفت، ممكن كمان احط اللوجو بتاعي انا مثلا اسم مثلا ايمن البستاوي مثلا ده اللوجو بتاعي ممكن احطه، ممكن مثلا احط الاستشاري بتاعي، الحاجات دي كلها سهله جدا، واحط السكيل بتاعي، دي كلها هنتكلم فيها ان شاء الله مع بعض. عندك مثلا حاجات كتيره ممكن اطلعها برضو. عندك كمان الريفت لينكس برضو، لو ده مثلا عامل لينك مثلا بينك وبين مهندس معماري او مهندس مثلا مهندسين الام اي بي بنشوفها هنا عن طريق مثلا انك تعمل مثلا كوليبريت مثلا على سبيل المثال، وتعمل مثلا مونيتور مثلا او اي حاجه عن طريق انك بتضيف لينك مثلا ما بينك وما بين حد تاني، هنشوفها برضو بالتفصيل احسن عشان تبقى واضحه قدام حضراتكم. عندك برضو الفاميليز بتاعتك ممكن تعدل برضو في الفاميلي اللي موجوده عندك دي وتسيبها ليك لبعدين، انا ممكن مثلا على سبيل المثال ممكن مثلا نفتح اي لوحه المحور العامله دي كده، انا مثلا ما بيعجبنيش مثلا المنظر بتاع الدايره ده، ممكن برضو اعدل على الفاميلي دي، الفاميلي دي مثلا بتبقى اسمها انوتيشن سيمبلز على سبيل المثال، ممكن مثلا اعدل في الاسم بتاعها، في مثلا الاسم بتاعها دلوقتي انا على ما اتذكر كان اسمها الام جريد هيد، كليك يمين بقى وابدا اعدل في الفاميلي بتاعتها. دي كلها حاجات كتيره موجوده في برنامج زي برنامج الريفت هنتكلم فيها ان شاء الله بس بعدين. ده دراعي ده ببساطه شديده يعني، ده دراعي اليمين ودراعي الشمال اللي هم البروبرتيز والبروجكت براوزر. في تفاصيل ثانيه اكتر في الجزء بتاع الورك بلان والجزء بتاع الفيو بار اللي قدام حضرتك والنافيجيشن كيوب والاو والنافيجيشن بار وحاجات ثانيه كتيره كده، بس دي عشان بس ما نطولش الفيديو على حضراتكم، ممكن مثلا نبقى نخليها محاضره ثانيه باذن الله.
كده يعني نقدر نقول مثلا احنا كده وقفنا الفيديو بتاعنا لحد كده النهارده. طبعا في تفاصيل اكتر من كده بكتير، بس خلينا ان شاء الله على مدار محاضره ثانيه. احنا بس كده خلاص، بما ان احنا خلصنا كده السيشن بتاعنا، ممكن مثلا اي حد عنده اي استفسار في اي حاجه، حد عنده اي استفسار لاي حاجه كده، احنا ممكن نتكلم مثلا اي حاجه. احنا كده انا كده خلصنا عامه يعني. حد عنده اي استفسار لاي حاجه؟ اي حد عنده اي سؤال بقى ممكن يتكلم معايا عادي، احنا ما فيش اي مشاكل. احنا كده في مثلا ليميت مثلا معين 10 دقايق ممكن نتكلم فيها مع بعض. حد عنده اي سؤال؟ تمام، ما حدش عنده اي سؤال. ممكن حد مثلا يعمل رايز هاند مثلا كده ونتكلم معاه. تمام، ماشي، اتفضل باشمهندس احمد، السلام اتفضل. عليكم. اهلا بحضرتك يا استاذ. أتمنى إن أي حد يعمل ريز هاند عشان يعمل مداخلة مع مهندس سعيد. في مهندس عبد الرحمن كاتب على الشيت إزاي بنحسب الشاترنج. تمام، الشوترنج نفسها على الريفت. تقريبا هو مش موضح السؤال، هو كاتب كده بس، فأتمنى. تمام، هو لو مثلا يتكلم. تمام، عامة الشوترنج على البي اي ام انا شفتها عامة على الريفت وعلى الروبوت. هي على الروبوت افضل بكتير 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 يعني. انا عندي اهون ان انا اعمل الموديل بتاعي لبرنامج الريفت واصدره للروبوت واطلع كالكوليشن نوت من الروبوت، هو اوتوماتيك هيحسب لي كل حاجه خاصه بالشطرنج مثلا على برنامج على الموديل بتاعي. طب ماشي، انت عايز مثلا تعملها، ممكن تعملها برضو في السكادول، ممكن برضو نشرحها يعني. مثلا زي مثلا بعمل مثلا حصر للجزء الخاص بعمل العزل على برنامج الريفت عن طريق مثلا انا بحدد البي والاتش لكل قطاع عمود. ممكن اعمل دي على كامل العناصر الانشائيه بتاعتي. هي تاخد مني شويه وقت شويه مجهود على مثلا بلاطات على كمرات على قطعات اعمده على اساسات. بس دي بتتعمل وسهله جدا وبسيطه جدا عن طريق مثلا انا وانا بعمل سكيدول مثلا لاي عنصر عندي، ببقى عارف مثلا ان ده مثلا باخد المحيط بتاعه او المساحه الخارجيه بتاعته او المساحه الجانبيه بتاعته، بقدر اطلع حاجه زي دي. ممكن نتكلم مع بعض لو مثلا يعني، ممكن مثلا اكون مثلا جاوبت صح او غلط، بس فهمني انت عايز عشان ارد عليك كويس. تمام باشمهندس عبد الرحيم، اتفضل يا هندسه. السلام عليكم. اهلا بحضرتك هندسه. سلام، ازيك يا باشمهندس ايمن؟ اهلا اهلا بحضرتك يا باشمهندس. شكرا على المحاضره الجميله دي، والله فادتنا جدا. يعني بس ربنا يكرم حضرتك، ربنا يكرمك، ربنا الله يكرمك. يخليك. هو كان سؤالي فعلا عن الشاترنج، عشان ساعات بنحتاجه عشان بنحسبه ككميات، بالذات اللي هي للشاترنج بتاع السلاب وشاترنج الكولوم، الريتيننج وولز، البيمز، الكلام ده كله. فكنت عايز اعرف احسن طريقه لحساب الشاترنج واسرع طريقه، وطبعا ازاي نربطها بالبي كيو ايتم والكلام ده كله. تمام، اولا بتتربط عادي. تمام، هي بتتربط عادي مفيش اي مشاكل. هي بتتعمل عادي في الريفت. بتتعمل عادي بس بتاخد منك شويه وقت يعني. انا واحد هي من دي الناس النقطة، هي انها مجهدة في العمايل. جدا. ما بالظبط. فانا كنت عايز اعرف يعني، لو انت ليك خبرة في تطبيقها قبل كده، او يعني اسهل طريقة عديت بيها تعرفنا يعني. تمام، حضرتك مثلا شغلت مثلا روبوت قبل كده؟ لا والله ما خالص. فهي مثلا على الروبوت، الروبوت مثلا لو انت بتعمل مثلا الجزء بتاع الشوب دروينج اصلا، فانت بيكون عندك اصلا جزء كامل مثلا بالفورم وركس والشاترنج والحاجات دي كلها، هو بيطلعها كامله بيحسبها لك. هو اوتوماتيك يقول لك مثلا انت مثلا بتيجي تحدد عناصر الانشائيه، انا مثلا دلوقتي عندي قطاعات اعمده، فهم مثلا اعمل لهم سيلكت كلهم واعمل له مثلا بروفايد رينفورسمنت اليمنت، وبعد كده بطلع كالكوليشن نوت لحاجه زي دي. هو اوتوماتيك ببند معين كده حوالي نص ورقه، ممكن ابقى اظهرها لكم بعد كده المحاضره الجايه. يا ريت لو فيها مثلا سيشن تريحها قبل كده، او تعمل لها مثلا، تعملها سكادولينج قدام تشرحها، حاجه تغطي موضوع الشاترنج، وحاجه تغطي برضو موضوع الانسوليشن واللايدنج للدكتنج، لو ليك خبره فيها اكتر. تمام، هي حاضر. حاجات ايه اللي هي الحاجات اللي بتبقى تركيبه على الاليمنتس نفسها، تمام، الانسوليشن برضه سهله جدا تتعمل عادي اللي جدا. هو الانسوليشن واللايننج اللي هو حاجه جوه الدكت، تمام جدا، حاضر حاضر. ما اعرفش الووتر بروفينج، اللي هي ايه الحاجات اللي المفروض بتتعمل على الايتمز من غير ما اعمل لها موديل. من غير ما تعمل لها مود، خلاص ماشي، انا هسجلها عندي اهوت، ممكن يا ابقى ريت يعني لو ليك خبره فيها، يا ريت والله نستفيد بيها. حاضر سنة. تمام ان شاء الله، كتر خيرك يا باشمهندس. ربنا يكرمك.
شكرا على المحاضرة الجميلة دي. ربنا يكرمك يا استاذ. حد عنده اي سؤال تاني؟ حتى عندنا سؤال تاني اتفضل عادي، يعني هنكمل ندردش مع بعض، حتى لو في حاجه ممكن مثلا نخليها مثلا المحاضره اللي جايه، عشان مثلا لو في ناس عايزه تسال في اي حاجه. هو في حاجات في على الشات مكتوب كذا سؤال، ما اعرفش ظهر عند حضرتك ولا لا. سلام عليكم. مزار اصلا عندي شات، مزار عندي اوكي شات اصلا. تمام. مهندس احمد بيسال او بيرد، ممكن حسابها عن طريق برنامج ستاب برو، بيحسب تلقائيا لجميع العناصر بشكل ممتاز. تمام جدا، هي بالظبط ما هو الاستاذ برو. مجرد ما تمام اتفضل زالت مش اه يس اتفضل بس. تمام، يعني هو السؤال كده الاجابه كده يعني. اه هو كاتب تعقيب على السؤال اللي فات تقريبا. تمام جدا، هو زي ما قلت لحضرتك في برامج تحليل اصلا انشائي، يعني برامج التحليل الانشائي نفسها بتعمل حاجه زي دي. اصلا انا مثلا مش هعمل لك شوب دروينج للعنصر بتاعك من غير مثلا ما يكون فيها الامكان يطلع لك حاجه زي دي. برنامج التكلا نفسه بيكون فيه بلجنز بتعمل لك حاجه زي دي، التكلا نفسها بتعمل حاجه زي دي. يعني التكلا نفسه شغال خرسانات وستيل، انا بشتغل، انا واحد من الناس بشتغل تكلا خرسانات مش ستيل بس. تمام، فالتكلا بيعمل حاجه زي دي، بتدخل فيه بلجنز برضو زي البلجنز انت بتدخلها في التكلا عشان تعمل لك تحليل انشائي على برنامج زي برنامج التكلا. اه بتتعمل عادي. تمام تمام. مهندس حيدر بيقول كيف يمكن نافذتي البراوزر والبروبرتيز في جهة واحدة وعلى شكل تبويبين وليس أحدهما فوق الآخر. تمام عادي عادي، زي ما انت حضرتك ممكن تمسكها كده وتسحبها تخليها في الجنب. لو حضرتك مثلا ممكن اعيدها تاني لو فيها مثلا مشاكل. تمام تمام، يعني يا ريت. فيها خلاص ماشي، احنا ممكن كده نتك على سكيب اهوت. تمام، بس بص كده انا دلوقتي بس عندي البروبرتيز هنا والبروجكت براوزر هنا، هي اصلا لما تيجي تنزلها عندك انا امسكها بس الاول بتلاقي مثلا تحتها هنا، هي مثلا هنا في جنبي مثلا هنا ولا حاجه ايا كانت، هي مثلا هنا على سبيل المثال هي مثلا تحت ولا حاجه. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى على حسب ايدك بقى، انت يعني تجيبها سنه تجيبها سنه، الحاجات دي كلها يعني فمش مشكله بالنسبه لي. انا عمي عندي هنا بمسكها كده، بص بتسحبها ترميها، ارميها كده امسكها كليك شمال وما ترميهاش لفوق، لو رميتها لفوق بص كده باظت معاك هنا، اللي هو تقريبا انت المنشا عندك اصلا ما بقاش فيه منشا اصلا، فخلاص عادي خالص ممكن تمسك دي كده تنزلها تحت تاني، امسك ارمي هنا خلصت. اتمنى اكون اجبت حضرتك يعني، ودي بالظبط البروبرتيز نفسها. تمام، فممكن مثلا اي حد عنده سؤال تاني، اتمنى اكون وضحت لحضرتك يعني حاجه زي دي. تمام، حد عنده سؤال تاني؟ شكرا جزيلا مهندس ايمن على المحاضره تمام، الرائعه دي، ربنا جزاكم يكرمك الله خيرا ونشوفكم ان شاء الله في محاضرات قادمه. ان شاء الله استاذ، الله ان شاء الله يخليك. حضرتك شكرا لحضرتك. ربنا يكرمك يا هندسه، في رعايه الله. مع السلامه. الاستاذ ايمن الله يكرمك. شكرا يا ربنا يكرمك. في ربنا رعايه يكرمك الله. يا استاذ، في رعايه الله استاذ، في رعايه الله. شكرا. هنزل لحضراتكم برضو الرابط بتاع محاضره غدا ان شاء الله الساعه 5 مساء مع المهندس عمر سليم ان شاء الله. تفضل باشمهندس عمر. ان شاء الله ربنا يكرمك، في انتظاركم باذن الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق يا رب. ان شاء الله استاذ، ان شاء الله. ان شاء الله السؤال بتاع التمبليت نحاول ان شاء الله نجاوب عليه بكره، ونسال التوفيق، وان شاء الله يعني ايه